مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات استاد الأهلي نلتقي فيها مع حضراتكم للحديث باستفاضة عن كل التفاصيل الفنية الخاصة باللقاءات السابقة وطريقة اللعب والأداء، خطة الجهاز الفني اللي بيعتمدها في المباريات في المقام الأول طبعا للنادي الأهلي، وأيضا نتحدث عن المنافس غدا إن شاء الله في مباراة مرتقبة في الجولة الـ18 للدوري الممتاز المصري لكرة القدم بين الأهلي وطلائع الجيش. هنتكلم باستفاضة عن الكثير من الأمور، وهنتناول أيضا مع ضيوفنا الكرام في استوديو استاد الأهلي العديد من الأخبار المرتبطة بالنادي الأهلي ومتابعته لشؤون كرة القدم والفريق الأول واستعداداته للمباريات القادمة والارتباطات القادمة على مستوى البطولة المحلية وعلى مستوى البطولة الأفريقية اللي هيعود إن شاء الله للصدارة فيها الأهلي في الفترة القادمة بإذن الله من خلال الفوز بالبطولة والعودة للمشاركات الدولية في كأس العالم للأندية في البطولات القادمة، وده طبعا نتيجة هتكون بإذن الله مترتبة على الاهتمام الكبير من مجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب والتوجيهات والمناقشات اللي بتجري ويجري العمل عليها مع الجهاز الفني لوضع كل النقاط واللمسات الأخيرة لاحتياجات الفريق للمشاركات الدولية في البطولات الأفريقية والدولية إن شاء الله. نرحب في البداية بضيفينا الكرام في استاد الأهلي، نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن ربيع ياسين. مساء الخير يا كابتن ربيع، وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، سعداء بوجودك معنا. أنا أسعد وموفق دائما، ربنا يخليك كابتن ربيع. ونرحب أيضا بضيفنا نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف أهلا بحضرتك، سعداء جدا بوجودك معنا. أنا سعيد بيك وأهلا بيك ومنور مكانك، ربنا يخليك يا كابتن شريف. بداية عندنا مجموعة من الأخبار هنستعرضها مع حضراتكم مع مشاهدينا ونسمع تعليق حضراتكم عليها. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي شارك أو حضر المران، تابع مران الفريق استعدادا لطلائع الجيش، وسبق حضور الكابتن الخطيب لهذا التدريب تدريب الفريق الأول. أيضا مناقشات ولقاء تم مع الكابتن حسام البدري المدير الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمناقشة العديد من الأمور الفنية الخاصة بارتباطات الفريق واحتياجاته في الفترة المقبلة، وكان في المقام الأول أيضا وعلى قمة أولويات هذا الحوار اللي دار بين الكابتن الخطيب وكابتن البدري وكابتن سيد عبد الحفيظ القائمة الأفريقية. هسأل حضراتكم سريعا كابتن ربيع، احنا شايفين جانب من التدريبات ومن حضور كابتن الخطيب للتدريب كابتن شريف عبد المنعم، رأي حضراتكم في حضور رئيس النادي رئيس مجلس الإدارة واطلاعه على الشؤون الفنية للفريق والاستماع إلى رؤية الجهاز الفني مدير الكرة والمدير الفني حول احتياجات الفريق في الفترة المقبلة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، هو طبعا أي مجلس إدارة جديد بقيادة نجم كرة وراجل فاهم في الامور الكوره وفي التتويج اللي حصل بعد ماتش الزمالك والمباريات اللي هو جه او ما دخل شاف الحياه ماشيه ازاي وبيفكر نفسه في ايه والدنيا كلها الجماهير بتتكلم ازاي، ده ما ينبع لازم بيبقى جاي نابع من حد عالمي يعني زي محمود الخطيب، فاحنا مطمنين الحقيقه. انا كنت دايما بكلم مقوله كده، نفسي اتحاد الكوره يبقى كله لعيبه كوره هم المسؤولين عن اللعبه نفسها. تخيل بقى انت ما يكون عندك نجم زي محمود الخطيب وكافه اللعيبه اللي موجوده في وسط النادي دلوقتي حاطين ايديهم في ايدين محمود الخطيب اذا كان في مركز او غير مركز الحقيقه، وبينشدوا انشوده دايما الكيان والمبادئ اللي هو لازم يبقى احنا ماشيين على نهج واحد هو البطولات اللي احنا تربينا عليها، مفيش غير كده. متفائل يا كابتن شريف بمسار الفريق والتوقعات الخاصه بمستواه وايضا النتائج اللي ان شاء الله يحققها محليا ودوليا في الفتره الجايه؟ دايما ادام في فكر ومبادئ منتظمه واحنا دايما بنلعب على شيء واحد هو البطوله واحنا ما بنشزش عمرنا عن اي حاجه، فاكيد يبقى لازم يبقى في نتيجه. دايما في عناصر بتختار لنا وبتشوف في اعين كتير قوي متمثله في ناس عندهم خبرات جامده جدا ان هم يوفروا لك احسن العناصر اللي هي تبقى بتمثلك في ارض الملعب. جماهير قويه جدا ليها طلبات قويه جدا، بتطالب دايما بالمنصه، بتطالب دايما بافريقيا، بتطالب دايما بطولات ومشاركات دولية، بتطالب بدبي، بتطالب باليابان، بتطالب بكل الحاجات اللي انت بتشوفها دي على المحافل الدولية كلها اللي بترفع اسمنا واسم مصر دايما. فأكيد الناس لما بتشتغل على هذا النظام ويكون في ناس ذو خبرات متمثلة في الناس اللي انت تفضلت وقلت عليهم مجلس الإدارة بأكمله على رئاسة كابتن محمود الخطيب، الناس دي بتفكر كرويا، بتفكر رياضيا، بتفكر في كل حاجه، بتفكر في البطولات الدوليه كانهم عاشوا التجارب دي فتره سابقه. عاشوا كل حاجه وكانوا قبل كده اعضاء مجلس اداره ونائب رئيس مجلس اداره وكل حاجه، وبيتكلموا على الكوادر دي كلها كانت بتتحضر على نهج واحد هو الكيان والمبادئ ان احنا ما بنلعبش غير على حاجه واحده هي البطولات. فده احسن شيء ان انت المنظر اللي انت شايفه ده هو ده النادي الاهلي.
مؤشرات بما ان حضرتك اشرت للاحتفال بكاس السوبر بعد الفوز على المصري في الامارات 1-0 بهدف وليد ازارو، هل حضرتك شايف ان مؤشرات الفريق في صعود الفتره اللي فاتت سواء مستواه في الدوري صدارته للدوري العام الفتره اللي فاتت في بعض الاسابيع ولسه له مؤجلات ان شاء الله تضعه في الصداره في حال الفوز بها ان شاء الله مباراتين، وايضا الفوز على الزمالك في مباراه القمه فوز كبير 3-0 ثم الحصول على كاس السوبر، شايف مؤشرات الفريق ازاي؟ المؤشرات هي المفتاح هو الاستقرار، الاستقرار الموجود عندنا في النادي الاهلي هو مفتاح الفوز ومفتاح كل العناصر والنجاح اللي بتحصل، فانت لما تشوف اجهزه فنيه شغاله بدون رقابه او برقابه هم عارفين احنا بنشتغل ازاي من غير اي حاجه، اي حد متربى في النادي الاهلي ومسك وقائد في النادي الاهلي وبقى عنده مسؤوليات عارف ان النظام اللي احنا ماشيين عليه والخطه الثابته اللي هي بتمشي عليه هي التتويج والبطولات كلها، حتى لو خرج من عندك لاعبين، حتى لو خرج من عندك عناصر انت كنت متوسم فيها ان هي تقدر تخدمك في المراحل الجايه وتقدر تقف جنبك في الاصابات والارهاق اللي احنا شايفينه، لعيبه بيحصل روتيشن بتخش وتطلع، في ثقه كامله في الجهاز الفني اللي هو موجود في الاداره في الفنيات في حسام البدري اللي هو على اعلى مستوى دلوقتي بقى محترف الحقيقه زيه زي اي زي مانويل جوزيه وزي النادي اللي هم اشتغلوا مع بعض، خلاص حسام بقى ايده شايفه بصماته واضحه، كره الاهلي الكره الهولنديه اللي انا بسميها دلوقتي الروتيشن بيحصل من الملعب رايح جاي من اليمين للشمال شمال الاطراف وسط الملعب الفراوده، انت مش مطلوب اكتر من كده غير انك انت تمتع وفي الاخر يبقى النتيجه هي الفوز. احيانا تبقى الحكايه بتعاسيك شويه او السما بتبقى يعني بتقرص لك ودنك شويه بتعادل بخساره ولا حاجه، بس ده طبيعي على اي فرقه في العالم، ده وارد بيحصل مع اي فرقه ومع اي فرقه العالم، انما النظام والشكل والناس شغاله ازاي ما شاء الله الله اكبر، يعني ربنا يحرسهم ويبعد عنهم العين وهو ده النادي الاهلي ان شاء الله. اقول لك اكيد اكيد كابتن ربيع ياسين، راي حضرتك ايه في تركيز مجلس الاداره في الفتره دي على المتابعه وعلى التواصل مع الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري للوقوف على احتياجات الفريق في الفتره الجايه وايضا التاكد من الامور الخاصه بتفاصيل القائمه الافريقيه ويعني النوايا الموجوده والاراده الحقيقيه للتالق مره ثانيه افريقيا والعوده للمشاركه في كاس العالم للانديه؟ هو طبعا مجلس الاداره داخل بقوه كبيره جدا من ساعه ما نجحوا يعني الحمد لله، وعلى راسه طبعا المايسترو الجديد الكابتن عودة الخطيب، دي حقيقه لا انا بسميه مايسترو لان هو كابتن الخطيب لما كان كابتن وقائد النادي الاهلي انت ما كنتش تعرف كان بيعمل معنا ايه، يقعد وينظم اموره، منظم جدا وناجح جدا وغيور جدا، ما بالك بقى رئيس النادي الاهلي الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا، هو وعد الاعضاء وعد الجماهير ان شاء الله بالعالميه، العالميه اعتقد استاذ محمد مش بسهوله هتيجي، النادي الاهلي طول عمره نادي منظم، الكل بيحافظ على الكيان، الكل بيحب الكيان، الكل بيحترم الكيان، الكل بيجاهد ويكافح ويخلص ويحب عشان الكيان، فكابتن محمود الخطيب تقريبا من ساعه ما بداوا هم بيجوا الساعه 8 الصبح النادي كلهم شغالين ده بغير عادي، فوجوده طبعا مفيش كلام ان الكابتن حسام البدري بجهازه الفني محتاج قيمه كبيره جدا بفنيات وخبرات الكابتن محمود الخطيب، اعتقد لو هو بعيد عن رئيس النادي كان هيقعد وينصحه ويوجهه وياخد منه، ما بالك رئيس النادي الاهلي، فحاجه كبيره جدا، وفي نفس الوقت احنا منتظرين النجاح الكبير افريقيا باذن الله تعالى والعالميه اللي الجمهور بينتظر النادي الاهلي حقق كل حاجه، النادي الاهلي عمل كل حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الترابط الغير عادي والاحترام كله بيزهد والكل بيحاول يحافظ على مكانه الكيان، الكل مطالب ببطولات، فالكابتن محمود عارف ان المسؤوليه كبيره جدا يا استاذ محمد في اربع سنين، مسؤوليه كبيره جدا جدا وعلى راسها طبعا فريق كوره. صور من ذاكره نجوم الاهلي طبعاً. وتاريخه وانجازاته الكابتن الخطيب وزملته الكابتن الخطيب في الملعب حضرتك والكابتن شريف ومجموعه كبيره من النجوم ويعني هنا كاس البطوله الافريقيه ده 86 هنا في مصر تقريباً. كاس البطوله الافريقيه وبيحملها الكابتن محمود الخطيب وايضا يعني ده مرتبط بالاشارات اللي اشار لها او اتكلم عنها الكابتن شريف وحضرتك عن قيمه كابتن خطيب وارادته دايما للفوز وغيرته على الفريق وعلى النادي حتى وهو لاعب قبل ما يتولى المسؤوليه تدريجيا وصولا لمنصب رئيس مجلس الاداره. طيب هنتكلم شويه واحنا بنشوف اللقطات بس اكمل الحته بتاعت الكابتن خطيب، فما بالك النهارده يا استاذ محمد هو رئيس النادي الاهلي، فاعتقد ان وجوده بجانب الفريق وبجانب حسام بدري مفيش كلام ان هيبقى اضافه قويه جدا، واكيد ان شاء الله ان باذن الله تعالى المستقبل هيبقى افضل واحسن واوعد لجميع النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. متفائل بالنسبه لكره القدم كمان ومشوار الفريق الاول في الفتره اكيد الجميل. متفائل في فرقه، في جهاز فني، في اداره جيده على اعلى مستوى، في لجنه كوره بمشيئه الله، في تخطيط، في نظام، في اداريات، في تكاتف، في حب، في خبرات فنيه كبيره جدا عند ناس اتوجدت
بتشتغل من سنين طويله، فده يبشرك بمشيئه الله. قبل كل ده توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم الحب والاحترام والزهد والترابط هو اللي ان شاء الله لا يوجد البطولات، والبطولات باذن الله. باذن الله. احنا طبعا هنتكلم بالتفصيل النهارده عن طريقه اداء الفريقين الاهلي وطلائع الجيش ونتائج اللقاءات الاخيره بين الفريقين في المسابقات المحليه، ولكن هنستكمل مع ضيفينا الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن ربيع ياسين الحديث عن بعض الاخبار، وكلها مرتبطه بالاستعدادات وجاهزيه بعض النجوم وغياب البعض الاخر لعدم الجاهزيه او للاصابه من نجوم الفريق الاول. قائمه الاهلي لمباراه طلائع الجيش: حراسه المرمى محمد الشناوي، شريف اكرامي، ورمضان مصطفى. خط الدفاع: ايمن اشرف، محمد هاني، باسم علي، صبري رحيل، علي معلول، ومحمد عبد المنعم. خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، كريم نادفد، عبد الله السعيد، احمد حمدي، ميدو جابر، وليد سليمان، احمد حمودي، وباكا. واخيرا في خط الهجوم: وليد ازارو، مروان محسن، وجونيور اجاي. كابتن شريف، تعليقك على القائمه في بعض الغيابات. قلنا الاسماء طبعا اللي تم اختيارها لقائمه المباراه، ويغيب عن هذا اللقاء محمد نجيب، حسام عاشور، سعد سمير، عمرو بركات، احمد عادل عبد المنعم، حسين السيد، اكرم توفيق، وايضا هنتاكد ان في اسم تاني كمان قد يكون بيغيب عن احمد فتحي، اعتقد انه هيغيب عن المباراه بالفعل. احمد فتحي كمان تاكدنا انه بالفعل بيغيب عن هذا اللقاء. كابتن شريف، رايك ايه في قائمه الفريق وتوقعاتك لقدراتها؟ هل هي متكامله مع غياب هذا العدد من اللاعبين او النجوم، وهل يتاثر الفريق بهذا العدد من الغيابات ولا لا؟ هو الاهلي دايما يعني مليء باللاعبين، في كل مركز بيبقى عنده اكتر من لاعب يقدر يسد اي مكانه اي لعيب بيبقى مش موجود للاصابه او الارهاق او اي حاجه تانية او الايقافات اي حاجه. انما في لعيبه بتبقى مؤثره الحقيقه، في لعيبه انا اتعودت خلاص عليها ان انا اشوفها في الملعب. احمد فتحي مثلا لما يبقاش موجود، اللي هو الجوكر اللي انت بتقدر تبقى تعتمد عليه في نص الملعب، تلعب باك رايت الطائر. انما بيبقى في باسم علي الحقيقه بيسد لما بيكون في موجود احمد فتحي في نص الملعب. لما احمد فتحي مش موجود خالص بتبقى علامه برده في وضمه للقائمه اسلام محارب كده. وضمه للقائمه اسلام محارب. الا محمد هاني خلاص واضح انه هيكون موجود، سعد سمير مش موجود اصلا يعني، او يبقى في الصوره خلاص في قلب الدفاع مع محمد اشرف، مع ايمن اشرف. الباك ليفت خلاص علي معلول حافظ على مكانه وبيرجع في مستواه العالي تاني، كان اهلي او تونس او افريقيا الحقيقه، فهو راجل بيأدي بشكل جمالي جدا. فبيبقى في عنصر قوي زي ده زي احمد فتحي وعلي معلول، على الاقل يبقى لنا علي معلول موجود مع الناس. في محمد هشام بيعوض الرمانة الميزان حسام عاشور اللي هو دايما يعني الفتره اللي فاتت جه على نفسه وما كانش اكتملت الشفا بتاعه اكتمل هشام يعني. محمد بعد انا بتكلم حسام عاشور ما اكتملش، هشام محمد بيبقى البديل دايما الحقيقه. وفي اسلام محارب كمان ادانا شكل تعظيم كده في وسط الملعب، يعني بحسيت ان هو بعد ما الاهلي احتاج في ماتش المباراه المصري ان في حد يبقى في نص الملعب بيلم الضغط اللي على وسط الملعب والارهاق اللي كان انا كنت حاسه شويه في لعيب النادي الاهلي، على فترات كان بيأدوا على فترات على احتياج المباراه لغايه لما جالهم الفوز وابتدوا يفتحوا سكه يقدروا يكسبوا اكتر من هدف. لما في لعيبه بيبقى لها 40 دقيقه 30 دقيقه بتفرق كتير قوي، منهم اسلام معارب وميدو جابر والناس دي تنزل تجري في الملعب بتعمل حاله ارباك لاي فرقه بتبقى مرهقه، بتنشط اداء الفريق، بتنشط الدم الجديد وبتخليك انت حتى بتخلي اطرافك تعرف تشتغل تاني وتجدد فيهم الحيويه تاني. فعندك هشام محمد يقدر يسد اللي احنا متعودين عليه مكان حسام عاشور مع عمرو السوليه الموجود طبعا. عبد الله السعيد هو برده كان دخل الجيم وعمل تدريب منفرد عشان يقدر يكمل على المباراه طبعا. لا غنى عن عبد الله السعيد، هو بالفعل انضم للمران الجماعي للفريق وجاهز في قائمه المباراه. وليد سليمان طبعا حافظ مكانه خصوصا بعد رحيل ناس كتير قوي من الفريق في المنطقه دي. احمد الشيخ مثلا هو اللي كان بيبقى موجود في المنطقه دي مع وليد سليمان. مؤمن زكريا مش موجود، يبقى اكيد وليد سليمان هو اللي هيبقى موجود معانا باذن الله بادائه الجيد بتصويباته ولما بيجيب اهداف كمان. وليد في الماتش بيبقى وفي حاله بقاله اكتر من مباراه الفتره اللي فاتت، حاله فنيه وبدنيه ومسؤوليه، حالاته ما شاء الله ومسؤوليه يا محمد. يعني هو دلوقتي حاطط على نفسه مسؤوليه كمان اللعب الجدي والسرعات، وبينزل كمان يدافع، ففي لغه اجايه طبعا عمل لنفسه الفرد بعد مؤمن زكريا الناحية الشمال اللي هو التعامل مع معلول وعبد الله، بيعملوا ثلاثي رهيب جدا في ال 1 2 1 3 وكل الشكل ده. لما تبقى اللياقه البدنيه مفيش ارهاق مفيش حاجه بتتمتع، بتشوف الدنيا كلها مسهله على وليد ازارو قدام ازاي الكوره هتجي له سهله من 1 2 3 4 بيجي له بيحط بطن رجله بس، او هو بيعمل السرعات. وكان من احسن الناس على فكره اللي هو كان موجود في ماتش المصري وليد ازارو. فده هو الشكل اللي احنا بنتكلم عنه في ظل الغيابات اللي موجوده، مع ان عمرو خلاص يعني
اعتقد ان عمرو بركات و عمرو بركات خارج القائمه، خارج القائمه. وسعد سمير اعتقد ان الاصابه برضو يعني لسه في ارهاق او حاجه زي كده. سعد سمير كمان من الاسماء اللي قلناها زي ما حضرتك قلت خارج القائمه، اللي هي خارج القائمه، اللي هي كان دايما انا ما بيبقى موجود سعد سمير بيعوض اي سرعات موجوده في المنطقه دي. يعني هنا لو قلنا تاني خط الدفاع ايمن اشرف، محمد هاني، باسم علي، صبري رحيل، وعلي معلول، ومحمد عبد المنعم، حضرتك تتوقع مين هيكون رباعي خط الدفاع في المباراه دي؟ انا شايف باسم علي وهاني، محمد هاني وايمن اشرف وعلي معلول. وعلي معلول ده الرباعي اللي تتوقع انه يبدا المباراة. اللي هم موجودين. كابتن ربيع ياسين، راي حضرتك ايه في القائمه في ظل وجود هذا العدد من الغيابات وايضا وجود هذا العدد والتنوع في قدرات اللاعبين الموجودين في القائمه؟ هو طبعا العدد الغائب كتير جدا، كتير عليه فريق النهارده هدف، هو عنده هدف واحد هو الدرع المركز الاول، لكن دايما في مقوله احنا حافظينها من الاف السنين، يعني من 1907 الاهلي بمن حضر، دي حقيقه. الاهلي يملك فريق كامل متكامل، كل لعيبه جاهزه، كل لعيب في مستوى فني رائع. الدليل ان حسام بدري لما بيغير اسم محمد وبيعمل عمليه تدوير الحمد لله كل الامور ماشيه للاحسن الافضل. هو دايما الكابتن حسام حتى لو فيش اصابات وغيابات من مركزين لثلاثه بيدور ويريح، لان ده طبيعي جدا، لان اللعيبه اللي جاهزه كتيره جدا في النادي الاهلي الحمد لله، ان كل لعيب عارف حجمه الفني وعارف اللي مطلوب منه، انه لازم يكون بدنيا ومهريا وخططيا، يملك الصفات الاراديه، كل لعيبه جاهزه. فانا اعتقد ان باذن الله تعالى مفيش اي تاثير في الغيابات، وده النادي الاهلي. هو في 8 لعيبه من ماتش السوبر هيبقوا موجودين. الغيابات فاحمد فاتح باك رايت، باسم علي، باسم خفيف ولعيب سريع وجاهز وزي الفل و100 100 مفيش مشاكل فيه خالص. محمد هاني هيبقى جاي مع ايمن اشرف، مفيش خيار غير محمد هاني يلعب مساك، جاي مع ايمن اشرف، لان القايمه ما فيهاش اي مساكين تاني ولا اي مدافعين تاني. كل نجيب مصاب، سعد مصاب، رامي مصاب، السوليه طبعا ثابت في مكان، ونبيل معلول. السوليه طبعا موجود عشان حلو، نبيل معلول في الباك ليفت، علي معلول، متاسف. السوليه في الديفندر، لان السوليه جاهز وجاهز، حاله الانسجام هتبقى موجوده، حاجه انت فاهم الحمد لله 80% 85% من الفريق اللي عنده انسجام فهم موجودين، بس حاجات اضطراريه واعتقد مش هتخسر. هشام محمد جاهز في اي وقت وزي الفل وتمام، ولاعيب كبير ولاعيب ناضج وعارف دوره كويس قوي وحافظ الحته دي. انا اعتقد ان الرباعي بتاع السوبر اللي هيحتفظ بيه كابتن حسام وليد سليمان، عبد الله السعيد، اجاييه، وازارو. ازارو في احسن حالاته، مبدع كويس، عمل الثقه بدات ترجع له كويس قوي، مجهود وافر جدا في الملعب كمان، قوه وسرعه وجري كتير جدا، والشغل في الثلث الامامي سبحان بيتبني على كل ازارو مع الترابط والانسجام والتحرك والتمرير اللي دايما بيفنش بيه الرباعي هجوم النادي الاهلي في الثلث الامامي. يعني هنا حضرتك متفق مع كابتن شريف في الرباعي اللي في وسط لاعبي الوسط المهاجم وراس الحربه وليد ازارو، والرباعي اللي هيكون في خط الدفاع في بدايه المباراه. مين الاقرب لانه يكون جنب السوليه في اللقاء ده كمدافع؟ هشام محمد. طيب وباقي التشكيل يا كابتن شريف، عرفنا راي حضرتك او توقعاتك بالنسبه لخط الدفاع، حضرتك شايف نفس التشكيل اللي اشرته اليه الاقرب لمباراه السوبر؟ متفق مع ربيع طبعا في الاربعه القدام، ويمكن ربيع يروح حاطط اسلام محارب مكان هشام محمد، يمكن يبقى عايز يعمل ضغط ديفندر تاني. يقدر بيعمل، عارف حاله عبد الله السعيد بيحضن على عبد الله السعيد من ورا، انا حاسس ان عبد الله السعيد يعني في حاجه، يعني ان هو يبقى مبهج او مبهج من كثره المباريات، ما يخسرش تغيير من بره، يخسر تغيير من جوه، يعمل روتيشن. لكن عبد الله لو ما قدرش يكمل، يمكن هو يفكر تعالى دايما هو بيفاجئنا، فنش ماتش السوبر. الحمد لله طبعا هو لازم يحافظ على هو الساعات كبيره جدا من الانسجام والتفاهم. انت اللي قلت هو ساعات بيفاجئنا بحاجات. ايوه بس مش اكتر من اثنين وثلاثه، هو ثلاثه عشان مضطر، انما اثنين معقول في فرقه. تغيير 11 من ماتش لماتش، ترى لعيب كوره ونجم عارف، ثلاثه كتير، انما هو مضطر ثلاثه عشان الاصابات وظروف الاصابات. فانا من وجهه نظري طبعا ان هو شكل اسلام محارب ربيع خدنا المره اللي فاتت، عضمنا يعني. فانا دايما اتجاهاتي انا بلعب مع حسام دايما من حمد. اخر ما انتهى يعني بروح لحسام بدري دايما من اخر ما انتهى في اخر مباراه. زي ما حضر اجاييه، فاكر لما اتكلمنا على اجاييه وقلنا يمكن يبتدي بيه ماتش المصري، هو انتهى بيه المباراه بتاعت الزمالك، بيحضروا لمباراه المصري، بيفكر فيه، ما بيفكرش في مؤمن زكريا، انه عارف ان مؤمن ماشي وكان ويقدر ياخد يستخلص من مؤمن اقوى حاجه عنده ال 40 دقيقه او ال 30 دقيقه اللي يقدر يديها له. فحسام بيبقى ساعات بيفاجئنا. طب حضرتك وصفت الفريق تحت قياده كابتن حسام البدري انه وصل لحاله من الاستقرار في طبيعه الاداء وفي شخصيه اداء الفريق في الملعب، انه اقرب للكره الهولنديه.
حضرتك شايف ان الشكل مستقر جدا او لا يتغير بنسبه كبيره، هل الفريق من وجهه نظر حضرتك اميل دائما للاداء بشكل يميل الى الهجوم اكتر ولا الى التحفظ واللعب على الهجمه المرتده، ولا كابتن حسام عامل حاله فيها توازن وبيزيد التوجه للهجوم على حساب الدفاع او العكس صحيح حسب قوه الخصم؟ يعني ايه الشكل اللي شايف ان الكابتن البدري خلاص اصبح بيضفيه دايما على الفريق في كل المباريات؟ لا شكل هجومي غصب عنه، لان عنده حتى الاطراف من اقوى اطراف موجوده في افريقيا وفي مصر وفي تونس وفي كل حته، يعني دول اقوى اثنين عندنا فتحي ومعلول، بيجبرونا وبيجبروا نص الملعب انه دايما يبص عليهم في الاطراف ويطلعهم، ودايما يعمل باك اب ليهم من على الاجناب، ودايما اللعيبه اللي بتلعب عندنا احنا الثلاثه والاربعه اللي قدام دول من اسرع الناس اللي موجوده ان بينقلوا الكوره بشكل غير عادي، في وعندهم عدد من اللعيبه عنده قدرات مهاريه عاليه جدا. لما انت قلت كلمه حلوه قوي ان هو منظم، عنده ثوابت، ما بيقدرش يتخلل ان فيه لما يبقى بيتكلم مع حسام عاشور او اي حاجه يقول له ايه انت هتطلع لقدام وتقف تستلم اللي جاي برده عشان انت تبقى عندك الرؤيه. رمانة الميزان الحقيقه الراجل ما بيغلطش، حتى لو بيضطر انه بيرجع الكوره لورا ما فيش في اضيق الحدود اللي هي السيفتي اللي هو ما بيحبهاش حسام، كمان بيحبها الاداء، بيلعب بالسهل الممتنع، بيلعب بالسهل وهو دلوقتي شايف ودارك، انما بيبقى محتاج جنبه زي عمرو السوليه كده اللي احنا ما بنعرفش هيلعب ورا شويه ويساعد ولا هيطلع قدامه ويروح يجيب جون زي ماتش الاسماعيلي. فعنده من العناصر هم اللي اجبروه على كده. اللعيبه نفسها عندها حاجه كده جميله قوي، بقى عندهم ثقه في نفسهم مع بعض. انا بقى عندي ثقه في احمد فتحي وعندي ثقه في عبد الله، بسلمه على طول وعبد الله هو اللي بيقود ويشوف الفريقين ان الاطراف لما بتخش وتعمل سويتشات وبتسقط لهم الكوره. حتى مره جه سقط الكوره لازارو راحت رايحه لوليد سليمان، خدها اول لمسه وراح واخدها بشماله، جول مترجم كماتش المصري على ما اعتقد، هو ده جاب الجون الثاني فيه كانت أول. فهم خلاص اللعيبه بقت حافظه بعض، اللعيبه بقى عندها ثقه في بعض، اللعيبه بقى كل لاعب عارف اسلوب اللعب ده بتاعه شكله ازاي، عبد الله امتى بيباص وامتى بيعمل بيموت وامتى هيشوط. احنا قدامنا على الشاشه واحنا بنسمع حضرتك والكابتن ربيع مباراه الدور الاول بين الفريقين وانتهت بالتعادل 1-1. كلام حضرتك كلام كابتن ربيع اعتقد اجماع اراء المحللين والخبراء انه الاهلي عنده افضليه كامكانيات لاعبين ونجوم موجودين وقدرات اللاعبين المتاحه امام الجهاز الفني. ايه اللي بيبرر احيانا التعادل يا كابتن ربيع مع منافس خصم عنيد في مباراه زي ما شفنا في الدور الاول طلائع الجيش، رغم انه الكفه تميل فنيا وبدنيا لصالح لاعبي الاهلي؟ طبعا اول حاجه توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم اكيد في اسباب فنيه، اسباب فنيه في الفوز او التعادل او الهزيمه، مفيش كلام ان في ايجابيات وسلبيات لاي مدير فني بيدخل بقى اي مباراه. انا اعتقد ان الاهلي اجهز فريق، قلت بقول الكلام ده، في افريقيا يملك القدرات، يملك الخبرات، يملك الفرديات، يملك الطموح، يملك الصفات الاراديه، يملك الحلول، يملك التنويع. النادي الاهلي اجهز تيم حاليا في مصر. ممكن عدم التوفيق، حاله اللعيب، حاله لو اللعيب مش في يومه، لان يوم المباراه من وجهه نظري مهم جدا جدا جدا. النهارده لما تلاقي نسبه الاستحواذ هتلاقيها الاهلي هو الاكثر، نسبه الهجوم هتلاقي الاهلي هو الاكثر، هتلاقي نسبه الضغط العالي هو الاكثر، استخلاص الكوره، التحرك التمرير، النسب الفنيه بالنسبه للنادي الاهلي استاذ محمد اكثر فريق يملك حاجات فنيه، مقاومات فنيه طول ال 90 دقيقه بحياتك. انما امتى وبعدين اكثر فريق بيوصل في الثلث الامامي النادي الاهلي عنده حالتين مميزين جدا جدا. الله يكون في عون اي فريق بينافس بيلعب قدام النادي الاهلي، لان النادي الاهلي تطوير الاداء الهجومي الجماعي من ثلث ملعبه لثلث ملعب المنافس باسرع ما يكون وباقل عدد من التمريرات، بقطع كوره 1-2-3 وفي نماذج كثيره جدا واهداف كثيره جدا ممكن نجيبها بثلاث لمسات جول واربع لمسات جول ولمستين جول. ادي واحد، السرعات، الانسجام والتفاعل، ثلاث لمسات من بدايه تحضير الهجمه، من بناء الهجمه من وسط الملعب بقطعها، دي ميزه يعني ميزه مهمه جدا في تيم النادي الاهلي، ان بيتحول من دفاع لهجوم باقل عدد من التمريرات في الثلث الامامي بتاع المنافس، بخلص بيه واجيب جول اسجل. هو لو راحت هنا يبقى هنا عدم التوفيق. النادي الاهلي بيوصل ويوجد فرص للرباعي كتير جدا في الثلث الامامي، يعني مثلا متوسط العدد المرات اللي بوصل فيها خلال 90 دقيقه بتعدي 20 و22 مره، ما ينفعش ما اسجلش بحياتك. الحلول كتيره، في باكين، في حلول، خد بالك، تطوير الهجوم من بالتمرير، التحرك، الانسجام، الترابط، التمركز، الاهداف. فالنادي الاهلي يملك الثلث الامامي رباعي مرعب مع راس حربه صريح، خمسه بيروح يا استاذ محمد بيعرفوا يفنشوا الهجمه، بيروحوا ازاي، بينتشروا ازاي، كلهم ما شاء الله، وليد بيسجل، عبد الله بيسجل، اجايي بيسجل، ازارو بيسجل، حتى الباكين عندهم حلول. وانت عارف حضرتك انه 4-2-3-1 على الورق
بتبقى 4-1-4-1 هجوميا و4-4-1-1 دفاعيا. فالاهلي يملك اعتقد المقاومات من الخبرات. اليوم اللي ما يسجلش فيه، ولو تلاحظ كل المباريات اللي انتهت بتعادل او عدم توفيق، ان حاله اللعيب، خد بالك ان الحاله، لا النهارده عبد الله مش في حالته، ان هو ده. لكن اعتقد ان اجهز فريق واكثر فريق يملك المقاومات والخبرات الفنيه اللي قادر يكسب بيها في اي وقت النادي الاهلي. طيب قدامنا على الشاشه عبد الله السعيد وانطلاقه، يعني وهو خارج الملعب بعد تغييره في مباراه الزمالك، ايضا هدف وانطلاقه قويه جدا لوليد ازارو. كابتن شريف عبد المنعم، هل تتفق مع الاراء اللي بتقول ان وليد ازارو اضاف طابع مختلف او بقى نادر في الدوري المصري في الفتره اللي فاتت، لانه من المهاجمين اللي دايما اهدافهم بتيجي من مواقف فيها سرعات وفيها سبرنتات عاليه جدا وفيها نوع من الالتحامات وقوه في الاداء مع المدافعين في الفريق المنافس؟ الحقيقه هو باللعيبه اللي عرف يعمل محطه سترايكر، يعني عنده سرعات هنقيمه بقى، عنده سرعات، عنده اهداف كتير بتروح، عنده اهداف بيجيبها، هو عمل لنفسه محطه، عمل لنا شكل ان احنا نقدر نعتمد عليه في العمق، ما يخليش الاثنين اللي بيلعبوا عليه المساكين عندهم سهوله حتى التقدم عليك على نص ملعبك. هو دايما اللاعب اللي بيبقى زي ده سريع، حتى لما غفل عنه لاعب نادي الزمالك خلاص راح جاب جول، يعني ما ينفعش المهاجمين اللي ممكن يقفوا مستسلمين فتره في الماتش جنب المدافع، اكتف وسنه صغير ونشيط ومش عارفين له، ساعات بيروح راكن على ناحيه اليمين كده يستلم من احمد فتحي وهو جاي، ساعات بيساعد ويعمل سبورت من ناحيه الشمال ومتعاين، وبعدين ساعات هو بيحس انه بيجي اوف سايد كتير يروح هو مأخر نفسه 3-4 خطوات عشان في بديل بيخش مكانه جاي من الطرف زي وليد سليمان او مؤمن زكريا، فكان بيسمح لهم في ان هم يخترقوا الدفاعات حتى من الزياده العدديه اللي بتيجي من الاجناب. فعنده السنس، عنده الحكايه، كل اللي انت عارفه وكلنا متفقين عليه كلنا ان هو عايز اللمسه الاخيره انها تظبط. يعني بتميل للطابع ده من المهاجمين، الستايل ده من المهاجمين يا كابتن شريف، ولا المهاجم اللي بيقف دايما اقرب لمنطقه ال 18 ولحارس مرمى الفريق المنافس والمدافعين، لكن بيقدر يخطف يحرز هدف زي ما بيقولوا من نص فرصه؟ دايما السرعات هي اساس كل شيء، يعني حتى الريفلكس بتاعه هنا مع حارس المرمى، هو لو مش سريع وقدر يرد مع ترقيصه محمد مسعود ليه ما كانش هيقدر، لان هو دايما عنده السرعه دي وعنده الفنت ده وعنده التحضين ده، وانه ياخد الكره ويلف ويلفها تاني ويروح واخدها ويلففها بسرعه عشان ما يلحقش. وبعد كام دقيقه من المباراه في الوقت الاضافي بعد 102 دقيقه، برافو عليك يا محمد، هو طول ال 90 دقيقه هو محافظ على على سرعته، بل بالعكس هو لما ربنا بيديله وبيجيب هدف ولا حاجه بيزيد من ثقته في نفسه وبيزيد من ادائه. وانا بقاله ماتشين ثلاثه واخد عينينا، لغينا قصه ان هو بيضيع جوان كتير، لغينا قصه ان الكوره بتجيله مش محضره هو صح، لغينا حاجات كتير قوي معاه، لان هو الحقيقه حط لنا محطه يخلينا دايما عندنا احساس طول الماتش واحنا شغالين انه ممكن يجيب جول في اي وقت، ممكن يدينا الفرصه ان احنا نروح على الجون في اي وقت. السرعات بتاعته بتترجم، مفيش ماتش لعبه وما جابش فيه جول، فاحنا خلاص مش قادرين. وفي ماتشات، في ماتش احرز فيه 3 اهداف في البطوله الافريقيه، يعني له حالات كمان بيبقى فوق العاده اداء في بعض المباريات كمان. وهو لعيب يعني مؤدب وخلوق، حتى لما بيتضرب وما بيعترضش الاعتراض، ومتصيد، يعني زي الجون اللي جابه دلوقتي، يعني مستني اي حد يغلط جنبه على طول، عنده الريفلكس بتاعه، هو عايز بس شويه توفيق من ربنا ان الكوره لما يلعبها تواكب أداؤه وتصويباته وحاجات زي كده. فهو مكسب كبير الحقيقه، مكسب كبير لينا كلنا، ما بنبقى طمعانين في حد. دايما النادي الاهلي يحب اللاعب السوبر اللي هو جاي جاهز، اللي هو يعني احنا استحملنا فلافيو فاكر قد ايه، يعني كتير قوي، والاعلام والنقاد والجمهور بيزعل ما بيبقاش راضي لما يشوف لاعب اجنبي جاي يحترف في صفوف الاهلي، يعني من خارج مصر، عربي او اجنبي او افريقي، بنتكلم ان الجمهور بيقول ليه المحترف ده، مش ده الاضافه، ده مش فارق كتير عن اللاعبين العناصر الموجوده. يعني الجمهور عايز نتيجه الحقيقه، الجمهور عايز يتمتع، الجمهور ملوش دعوه بقى ده جاي عنده 19 سنه 20 سنه، هيديني كمان سنتين، هيديني كمان سنه، السنه دي تحضيرات ليه، وعايز يشوف اللاعب اللي عامل فرق، عايز يشوف، عارف الشرى العبد ولا تربيته، هو عايز يشوف الشرى 10 على 10 في كل حاجه، التتويج ده هيعمل معايا ايه في بطوله افريقيا، ده هيقعد مع اللعيبه دي ازاي، ده الميكانيزم بتاعه وشغال في وسط الملعب مع وليد ومؤمن وعبد الله وواثقين فيه وواثق فيهم وفاتح لهم مساحات، والناس برضو بقت بتفهم كويس قوي، يعني بتبقى عارفه امكانيات اللاعب ده ايه، بتاع النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي ولا لا، عشان كده بيبان من المشاركة، ما بيحبوش التأخر من اول فرص بيبدا يحصل، اول لمسه الحقيقه. طيب كابتن ربيع ياسين، وليد ازارو من وقت ظهوره في الملعب بعد تعاقده مع النادي الاهلي
بعض الانتقادات في بعض وسائل الاعلام في الاعلام الرياضي من بعض الجماهير بيقولوا في فرص غريبه جدا بتضيع، في اهداف سهله ازاي بيضيعها وهو راس حرب او مهاجم صريح. مع الوقت بدا يكتسب شخصيه في الملعب وبدا يفرض اداؤه على الجمهور واهدافه وبدا الجمهور يثق فيه جدا. انا على المستوى الشخصي بشوف انه من افضل المهاجمين الموجودين، لان الطريقه دي بقت قليله قوي في المهاجمين في الدوري المصري اللي هو بيأدي بيها في الملعب. راي حضرتك ايه؟ هو ليه طبعا اظهره الطبيعي لما بتجيب لعيب يعني كامل السوبر حجم النادي الاهلي وبطولات وطموحه وتخطيطه ان انا دايما اجيب اللعيبه. لكن لازم نعرف حاجه، ان يعني ربنا سبحانه وتعالى عرفه بالعقل، ولد صغير محتاج خبرات ومواقف، ده طبيعي جدا. مفيش حد بيتولد يا استاذ محمد نجم، هو جه صغير عنده 22 سنه عنده مقومات باذن الله تعالى راس حربه الصريح الفنيه اللي هيكتسبها مع الوقت. وفعلا قد كان، لو تلاحظ خلي بالك اداؤه في الاول غير في النص غير في الاواخر، بدا ينضج بدا يعرف بامتى حاجات كتيره جدا. يعني حتى اوقات كان مثلا يقطع كوره بيروح بيها الجول، اتجاهاته وجريه واخد بالك وشغله الفني هنشوفه باذن الله مستقبلا، مع انه ما فيش بطوله اشترك فيها ولعب فيها كابتن شريف لما سجل فيها وليد ازار الدوري سجل، كاس مصر سجل، السوبر سجل، واخد بالك البطوله العربيه سجل، ده معناه ان هو استعداده. خلي بالك يا صاحبي 22 سنه مع الوقت حضرتك مفيش حد بيتولد نجم ولا هو جه. اعتقد ان النجوم اللي موجوده والخبرات اللي موجوده واخد بالك والتمرينات وتوجيهات حسام البدري والحياه اللي عايشها والصفات هيزيد. وطبيعي جدا الخبرات الفنيه لها دور في التحرك ولها دور في الزياده، لانه عنده ميزات كويسه جدا واستعداده هايل. الحته الثانيه بقى ان هو حضرتك الجديد في ان هو دايما بيروح صريح عشان يقطع كوره او يتحرك في واحد ضد واحد، اللي بيساعده على كده يا استاذ محمد حاجتين. المدير الفني اعتقد ان كابتن حسام له دور في التنظيم والمسافه، لو تلاحظ وليد سليمان شوف كان فين لما عمل الهدف الثاني وسعوا له، هم عارفين انه سريع فبيوجدوا له المساحه ووجدوا له المواجهه، هو سريع جدا. لو تلاحظ الهدف الثاني بتاع نادي الزمالك اللي جابه والهدف الثالث، وليد سليمان بص فين واخد بالك، وبص عبد الله فين، وبص اجاي او الباص اللي عمله الوليد ازار، وليد اللي عمله وليد سليمان اللي عمله الوليد راح بيه جاب الجول. هو ده كلام حضرتك، ان بيساعدوه ان بيوسعوا له، اديله مسافه واديله مساحه واديله فراغ واديله مواجهات، تبان امكانيات هنا تبان امكانيات وليد ازار. هو حضرتك لو يجيب الجول تاني بص هو سريع، بدل يعني هو كفوت الباك ياخده في صدره، هو سريع استلم الكوره واحد اثنين واحد الثالثه خلص بيه على الجول، فهم بيوسعوا له وبيساعدوه زمايله لان في تفاهم. بص حضرتك هنا ادي وليد سليمان، لو نوقفها لحظه الثلاثي بقى، احنا في راس حربه صريح ازارو، في وليد سليمان، في عبد الله تحت، في كان الشمال تقريبا مؤمن او اجاي، يعني دول الثلاثي. وهنا وليد ووليد ازارو معاهم حواليهم محيطين بيهم اربعه من لاعبي الزمالك. ده كلام حضرتك الجديد في الراس حربه واللي بيعمله، اللي بيساعده الوقفه والرصه والجانب التنظيمي من زمايله. كان ممكن وليد يضايق عليه هيبقى في زحمه، انما بص هنا حضرتك حتى لو علي جبر كان جه واحد هيروح قبله، فبيوسعوا شوف مؤمن فين، شوف المساحات فين، وده توزيع وانسجام مثالي من لعيبه كبيره فاهمه هي بتعمل ايه. هو بينطلق، هو سريع، هو قوي، هو بيروح، وده كان قد واحد اثنين الثالثه جول. ينفع نتكلم على المشهد ده من غير ما نمتدح ونقول شعر في الفاصل اللي عمله وليد سليمان؟ حاجه يعني حاجه مش معقوله. ده وليد سليمان بص استلامه ورا بيع، بص ازارو استلم الكره برجله الشمال واحده اثنين الثالثه بيمينه جون، ده برضه لعيب عالي. بس الحقيقه من اجمل يعني الاسيست اللي شفناها، من اجمل الكرات اللي ودت وصلت راس حربه في الدوري المصري او في المسابقات كلها المحليه، الباص اللي عمله هنا وليد سليمان لازارو، من اجمل القدرات خاصه الحقيقه. طيب احنا هنتوقف واحنا بنتابع اللقطات دي، طبعا هنتكلم شويه عن الاجهزه الفنيه وطريقه اداء الفريقين الاهلي وطلائع الجيش. هنتابع مع حضراتكم هذا التقرير بعد ما نستعرض هذه الارقام. حتى الان الاهلي لعب 16 مباراه، فاز 12، تعادل 3، الخساره 1، له 36 نقطه وله 36 هدف وعليه 10 اهداف، وايضا 39 نقطه هي الرصيد الحالي، وتبقى مباراتان للنادي الاهلي. ايضا ده هو حاليا في المركز الثاني وصولا الى مباراه الغد اللي هيتصدر بيها ان شاء الله. وطلائع الجيش في المركز الثامن، لعب 17 مباراه، فاز في 6 وتعادل في 7 مباريات وخسر 4 مباريات، 16 رصيده 16 هدف من الاهداف حتى الان، وعليه 21 هدف،
ونقاط 25 نقطة حتى يومنا هذا. هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير، وبيتكلم التقرير وبيعقد مقارنة سريعة بين المدير الفني للنادي الأهلي الكابتن حسام البدري ونظيره المدير الفني لطلاع الجيش الكابتن حلمي طولا. تعد مباراة الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة 18 من مسابقة الدوري هذا الموسم هي المواجهة الرابعة بين حسام البدري المدير الفني للأهلي وحلمي طولان المدير الفني للفريق العسكري، حيث التقى البدري مع طولان في ثلاث مباريات سابقة. نجح المدير الفني للأهلي خلالها في تحقيق الفوز مرتين، بينما تمكن طولان من الفوز مرة واحدة، كما أن هذه المباراة هي المواجهة 11 بين حلمي طولان وفريق الأهلي على مدار السنوات الماضية، حيث لعب طولان ضد الأهلي 10 مباريات تعرض خلالها للهزيمة في 7 لقاءات وتعادل في مباريتين وحقق الفوز في مباراة واحدة. ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة جمعها من 16 مباراة، بينما يخوض طلائع الجيش اللقاء وهو في المركز الثامن ب 25 نقطة متساويا في النقاط مع المقاولون العرب السابع بفارق الأهداف. ويسعى حسام البدري المدير الفني للأهلي لقيادة فريقه لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مستغلا نشوة الأهلي بالحصول على كأس السوبر للمرة العاشرة في التاريخ بعد الفوز على المصري البورسعيدي منذ أيام قليلة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة. وطالب مدرب المارد الأحمر لاعبيه ضرورة حصد نقاط المباراة للقفز على صدارة جدول ترتيب الدوري كخطوة نحو الحفاظ على درع الدوري والإبقاء عليه في قلعة الجزيرة. وأمام ذلك طلب المدير الفني للأهلي لاعبيه بإغلاق ملف الفوز بالسوبر والتفكير فقط في لقاء طلائع الجيش، لأن خسارة أي نقطة في الوقت الحالي من شأنها أن تضع عراقيل أمام الأهلي في الجولات الأخيرة من الدوري، في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الفني لحسم اللقب مبكرا. والجدير بالذكر أن البدري يتمتع بحنكة كبيرة مكنته من قيادة سفينة الأهلي للتتويج بالبطولات المحلية والقارية، وهو ما جعل الجماهير الحمراء تعول على البدري كثيرا من أجل الحفاظ على الألقاب المحلية والعودة مجددا لمنصة التتويج الأفريقية. الأرقام اللي استعرضها هذا التقرير اللي تابعناه مع ضيفينا ومع حضراتكم بتؤكد أنه الغالبية في اللقاءات أو الغلبة كانت الكابتن حسام البدري، الفوز مرتين في المواجهات السابقة مع الكابتن حلمي طولان مقابل مرة واحدة. أيضا الكابتن حلمي طولان لم يفز على الأهلي في 11 لقاء كان فيه هو المدير الفني في مواجهة الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي أيضا إلا مرة واحدة في مجمل 11 لقاء السابقين. هنستعرض قبل ما نسمع رؤية الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن ربيع ياسين في هذه المقارنة اللي بتعقد بالأرقام بين الفريقين وبين الجهاز الفني للأهلي في مواجهة الجهاز الفني لطلائع الجيش. الأرقام الخاصة بالمواجهات السابقة 22 لقاء، أيضا الفوز 17 مرة للأهلي ولم يفز طلائع الجيش بأي مباراة في اللقاءات السابقة، التعادل كان 5 مرات، الهداف 46 هدف للأهلي في مقابل 11 هدف لطلائع الجيش، الهداف عماد متعب 7 أهداف ومن طلائع الجيش هدفهم بالنسبة لهذه اللقاءات أو الهدافان دودزي وصلاح أمين برصيد هدفين. حسام عاشور شارك من الأهلي في 13 مباراة، وشارك ممدوح عبد الحي هو الأكثر مشاركة من الجانب الآخر من طلائع الجيش في 3 مباريات. أخيرا 14 مباراة كلين شيت ومباراتين، 14 مباراة للأهلي ومباراتين لطلائع الجيش. كابتن شريف عبد المنعم، حضرتك تقول إيه عن المواجهة المرتقبة والصراع اللي بيكون خارج الملعب، المنافسة اللي بتكون خارج المستطيل الأخضر بين المدير الفني لكل فريق من الفريقين في ضوء الأرقام اللي قمنا باستعراضها؟ الحقيقة كابتن حلمي طولان عامل شكل جميل جدا، وهو راجل اتعود دايما برضو من فراودة نادي الزمالك على المكاسب، يعني راجل ما بيلعبش كرة دفاعية عمره، يعني بيفتح جيم وبيدي التحرر والحرية للاعبين بتوعه ان هم ينطلقوا، وبيديهم ثقة في نفسهم زي صلاح امين كده لما جاب جول في نادي الزمالك كان شكله حلو قوي الحقيقة.
عامل زي جول عبد الله اللي جابه برده في الاسيوطي، رقص ثلاثه وراح بعتها بيمينه. فصراحه مين جاب جون زي ده في احمد الشناوي؟ فواضح ان هو دايما بينظر للثلاث نقاط، ما بينظرش ان هو يقدر يخطف نقطه او اي حاجه. كنت انت سالتنا انا وربيع في اول المباراه الحلقه ان احنا في ماتشات احنا بننزل متعادل فيها او بلاش فينا الحظ ان احنا نكسب، فبيبقى في اهداف او في حاجات بتعوق هذا الفوز من التحكيم برضو يا محمد. يعني لو تشوف مباراه طلعت الاولانيه خالص اللي هي 1-1 دي، قمه ضربات جزاء، ثلاث ضربات جزاء ما بتحسبوش للنادي الاهلي بشكل غير مبرر يعني. واول ضربه جزاء اتحسبت على النادي الاهلي في ثانيه، فده كان برضو من الحاجات اللي عطلتنا معاهم في الدور الاول، المباراه في الدور الاول. انما بص حتى الكور العرضيه اللي احنا لما بنيجي نلعب مع فرقه زي فكر حلم طولان، ما ينفعش ان انت تعمل ميس باص عندك في نص ملعبك، بتبقى في كونتر اتاك سريع جدا اهي وهنتفرج عليها اهي، بكره متعرض فيها انك انت حاجه عرضيه، لا الديفنس واقف مترتب ولا التمركز صح ولا اي حاجه، وحسين السيد لعب باصه اتقطعت عليه، والمنافس زي ما حضرتك قلت عنده الميل للاداء الهجومي والميل ان هو يثبت نفسه، خاصه كان اول مباراه الدوري، خاصه بقى ان حلم طولان كسبان نادي الزمالك وعايز يحقق المعادله الصعبه انه يكسب الاهلي والزمالك. دي حصلت مع المقصه، انما ما حصلتش لسه مع حلم طولان. فاعتقد ان كابتن حسام بدري قاري كويس قوي نقاط القوه اللي موجوده في طلائع الجيش والسلبيات اللي موجوده برضه في نفس الشكل، اللي بيترجم كل الحاجات دي كلها التزام اللاعبين في الملعب، سرعه احراز هدف في اول مباراه بتلغي وجود الفريق المنافس بالنسبه لك، الضغط عليه اللي هو بيرهقه نفسيا وعصبيا وما بيخلوش يعرف يفكر، ما بيخلوش صراحه مين ده يتحرك براحته ويستلم براحته، لازم يبقى في ضغط وفي مارك عليه وفي على اللعيبه المتميزه عنده في نقل الحركه من نص الملعب للفيرود بتاعه، ما يبقاش في سرعات اعلى من سرعاتك وفي مساحات تقدر تديها له ان هو يقدر ياخد عليك ثقه، يبقى موجود معاك لاخر المباراه في اخر دقيقه لغايه 90 دقيقه وانت كسبان 1-0، تبقى الفرقه اللي قدامك معاك بتشاركك في المباراه. اما بتجيب جول واثنين هو ده الجواب الامثل بالنسبه لاي فريق زي طلائع الجيش، النصر، الرجاء اللي احنا عارفينهم، الناس اللي هي بتحارب ان يبقى لها وجود في منتصف الجدول وليس في المربع الذهبي. فهو ده اللغه اللي احنا عارفينها بين الاجهزه الفنيه، جهاز فني عنده بطوله وبيحارب عليها وتعليماته لفرقته دايما الهجوم والثبات والالتزام، والجهاز الثاني التصيد وكونتر اتاك. كابتن ربيع ياسين، توقعات حضرتك للمباراه اللي بتكون بين او خارج الملعب بين الجهاز الفني للاهلي في مواجهه الجهاز الفني طلائع الجيش في ضوء امكانيات اللاعبين في الفريق؟ هي مباراه طبعا في الملعب ما بين اللعيبه له دور مهم جدا مش كلام، ومباراه بين اثنين مدربين كبار عندهم خبرات كبيره جدا، كابتن حسام بدري بحجمه الفني وبطولات وخبراته الكبيره جدا، والكابتن حلمي طولان بخبراته الكبيره جدا في الملعب. الطبيعي جدا استاذ محمد ان كل فرقه بتدرس فرقه، مهم جدا طريقه اللعب دي حاجة، واحد مهم جدا نقاط الضعف والقوة، ثلاثة الخط الأقوى والأضعف، صفات إرادية، كل مدرب بيدرس الفرقة اللي قدامه أعتقد عن طريق الفيديو، وده مهم جدا عن طريق السبورة عن طريق الملعب، حاجات مهمة جدا مع التكنولوجيا ومع الطرق الحديثة ومع الجانب المهاري العالي، لأن أنا لازم أدرس فرقة كويس بناء على الفرقة، أنا ببني شغلي، ببني طريقتي يا أستاذ محمد، ببني لما بقرا المنافس واشوفه كويس واشوف طرق لعبه واشوف كل فردياته واشوف الاداء بتاعه وفنياته خلال 90 دقيقه اقدر اختار صح خطه المباراه دي طبعاً، طريقه اللعب أنا طبعا المنافس. كل ما ينفعش حجم الزمالك غير الاسماعيلي غير الطلائع غير الرجاء وامكانيات العناصر الموجوده في كل فريق لانها بتؤثر في حسابات الكابتن البدري مش كلام، امكانيات فنيه، حتى لو انا هدور ممكن ادور خد بالك اخد راحتي في التدوير، لان مهم جدا قراءه المنافس مهمه جدا صحيح. زي انا بحضر فرقتي وابتدي انظم اموري وعاوز ابتدي من اول دقيقه عشان اكسب المباراه، الطبيعي جدا ضمن الحاجات ان انا بدرس المنافس كويس قوي بشوف طبعا. حسام طبعا بيلعب 4-2-3-1 طريقته معروفه جدا، بيعتمد على نسب كثيره جدا من استحواذ، تطويره حسام البدري في نص الملعب في تلتين الملعب، كابتن حسام دايما متفق مع الرباعي الهجومي و الديفندر مع الاثنين سبع لعيب بيبني عليهم الشغل، التمرير، الاستحواذ، العدد من اللمسات، السرعه، التحرك، التمرير، تبادل المراكز، الهروب عشان اسجل باقل عدد، بيعتمد طبعا الجناب طول عمر النادي الاهلي مش دلوقتي من زمان لحد الان الكروسات الباكين لهم دور يا استاذ محمد هجومي كويس جدا، العمق بيعتمد على واحد زي عبد الله السعيد بخبراته الكبيره جدا من العمق عن طريق التصويب المباشر عن طريق التمرير المباشر عن طريق التمرير الحاسم،
فاعتقد ان حسام شغله الفني كله مبني على التحول من دفاع لهجوم، ضغط الامامي، ان انا اروح باقل عدد من التمريرات، ان انا اوصل بالرباعي، لازم الرباعي يكون موجودين، التمركز بتاع الرباعي في الثلث الامامي اصلا بتاع ثلث المنافس مهم جدا، الوقفه، وليد عارف يقف فين؟ عبد الله واقف فين؟ اجاي واقف فين؟ ازارو فين؟ وان شاء الله الدور لهشام او اللي هو بتاع عبد الله بتاع السوليه اللي هو لما بيلعب مع عاشور، عاشور بيقف والسوليه بيروح. الاربعه دول وقفتهم مع ازارو مهمه جدا. كابتن حلمي طلعنا من وجهه نظري هي المعركه الفنيه، مش معركه فنيه، هو الجيم الفني، عشان ده ماتش كوره ورياضه، مفيش اي مشكله اي حاجه. نص الملعب يعني هي الطريقه حضرتك 4 4 2 او 4 1 4 1 او 4 3 3 كل الشغل بيبني 5 ضد 5 في وسط الملعب. فالكابتن حلمي اكيد هيبني على وسط الملعب، هيبقى عنده برضه مش هيقدر يفتح الجيم قوي. هل الحسابات هتكون اصعب بالنسبه لكابتن طولاني كابتن ربيع في المباراه دي؟ لانه لو قلنا زي ما قال كابتن شريف ان هنا كابتن حسام البدري اكيد في مباراه زي دي بيبقى عامل حساب للاعب بامكانيات مثلا صلاح امين والرقابه عليه واللاعب اللي هو المهاري او الافضل فنيا في الفريق المنافس لاعب او اثنين على اقصى تقدير، في مواجهه اربع او خمس او ست لاعبين عندهم مهارات عاليه وقدرات غير عاديه في فريق الاهلي، هل ده بيخلي حسابات المدير الفني للفريق المنافس اصعب شويه في احكام الرقابه على كل العناصر الموجوده؟ الاصعب للكابتن حلمي. للكابتن حلمي مفيش كلام، النادي الاهلي اقوى فريق حاليا واجهز فريق فنيا. انا والنهارده ماسك فرقه في الدوري الممتاز وقابل النادي الاهلي، هقعد طول الليل افكر، هقعد طول الاسبوع اللي قبل المباراه افكر هقابل النادي الاهلي ازاي. الاهلي هو الافضل، هو الاحسن، هو الاقوى، هو التنويع، هو الحلول، هو المهاره، هو القوه، هو السرعه، هو المهارات، هو الخطط، هو كل حاجه. الاهلي مفيش فريق في جاهزيه النادي الاهلي فنيا وحياتك. فالطبيعي جدا حسابات الكابتن حلمي هتختلف. الاهلي ما ينفعش افتح جيمي مع الاهلي، ما ينفعش ان انا اصلا، لازم الخبرات كلها والنضج الفني بتاع كابتن حلمي لازم يطلع في ماتش زي ده. لو انا فتحت الجيم انا ممكن على فترات افتحه في مرتدات، طب انا العب على المضاد ولا العب بالمرتدات ولا العب بالسريع؟ افتح الجيم واروح هيتعب اي فريق في مصر يفتح الجيم من اوله لاخره. الفكر الهجومي موجود عند اي مدرب بس بنسب، بس محمد بنسب. احنا عندنا في النادي الاهلي النسب بكور ما عندك من 14 ل 16 مهمه، في لعيبه لها دور دفاعي وفي لعيبه دور هجومي، في لعيب دور دفاعي وهجومي. فانا اعتقد ان الطلاع بنسب مع النادي الاهلي خلال فترات المباراه وخير سير المباراه. سير المباراه بيختلف، ممكن بقى الثقه مع الوقت وشوف الحاله اللي بتكلم عليها تدي ثقه لكابتن حلمي وافراده. حاله الاهلي في المباراه دي وحاله طلاع الجيش في اليوم ده تحديدا بيفرق. كابتن شريف الحسابات بالنسبه لكابتن حلمي طولان شايفها ازاي في مواجهه فريق زي الاهلي مع جهاز فني بقدرات الجهاز الحالي بقياده كابتن حسام البدري؟ او في معادله جميله قوي بين الفريقين، واحد جاي من مكسب ثلاث مباريات يعني كسبان اخر ثلاث مباريات، لو تشوف كسبان مقاولين والزمالك والاسيوطي، نشوه فوز كبيره قوي، حاسس انه شغال صح، حاسس ان الفوز في امكانياته ان هو بيروح للجول، حاسس انه بيجيب اجوال. بيقابل بقى فريق كسب الزمالك ثلاثه وخد السوبر في الامارات، فبيفكر يقول لك النادي الاهلي النهارده تعبان مجهد من اللقاءات اللي فيه. عايز استغل السرعات اللي عندي واخترق المساحات اللي موجوده اللي هتبقى موجوده في المباراه. ده فكر، ده المفروض يبقى فكر مدرب واعي، هو متعود على كده الراجل كابتن حلمي، يعني راجل يعني دايما في ارض الواقع تلاقيه موجود، ما بيديش لنفسه اكبر من حجمه، بيحترم الفرق اللي قدامه. حتى تلاقيه وهو قاعد بيفرح لما بيروح على الزمالك وبيكسب، بيقول لك خلاص يعني هم اللي ادوني الفرصه ان انا اعمل كده، مش هو اللي مخطط ان هو يعمل كده. ما يقالش لصلاح امين خد واحد والتاني وبعد البليسنج ده وفي واحده قبلها. هي هنا بتبقى القدرات الخاصه بتاعت اللعيبه. انا عايز اقول لك هنا من كلامي انه في ثقه للاعبين. طيب لا يملك غير كده. هرجع لحضرتك والكابتن ربيع، لكن هيشارك معنا على الهاتف العقيد احمد المهدي مدير الكره بنادي طلائع الجيش. سياده العقيد احمد المهدي مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبضيوف حضرتك مع حضرتك في الاستوديو، بنسهر حضرتك وعليهم جميعا، كل عام وانتم بخير. ضيوفنا طبعا الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن ربيع ياسين موجودين معانا النهارده في استاد الاهلي. طبعا قامه كبيره من قامات كره القدم. منور يا فندم بحضرتك. طبعا معروفين في مصر كلها وفي العالم الكروي كله، ناس محترمين.
اهلا بيك يا فندم. وعلى حضرتك اهلا بيك. اهلا بيك سياده العقيد. سياده العقيد، او لو قلنا الكابتن احمد المهدي باعتبار المهمه الحاليه هي مدير الكره في نادي طلائع الجيش، تستعد مع الجهاز الفني لمباراه الاهلي ازاي بقدرات الاهلي وقدرات لاعبيه والعناصر الدوليه اصحاب الخبرات الموجوده في صفوفه وقدرات الجهاز الفني الى اخر ما يمكن ان نقوله عن فريق الاهلي؟ هل هي مباراه يراها الجهاز الفني، مدير الكره، المدير الفني كابتن طولان، كل العناصر في الجهاز الفني زي اي مواجهه اخرى بتواجه طلائع الجيش في الدوري الممتاز، ولا لها حسابات مختلفه؟ لا طبعا اكيد لها حسابات مختلفه، انك بتقابل يعني قامه كبيره من قامات كره القدم النادي الاهلي، يعني قطبي الكره المصريه والافريقيه، ويعني بتقابل فريق كبير وفريق عريق، كلنا ولا الشعب المصري كله بيحترمه وبيقدره، ولازم يبقى له ظروف خاصه في مقابله نادي طلائع الجيش معايا يعني. حسابات خاصه للمباراه مع الاهلي. نعم طبعا. طيب هل داخلين المباراه دي سياده العقيد، داخلين المباراه بجاهزيه كامله في صفوف الفريق، العناصر، اللاعبين الابرز او الاكثر تاثيرا، من يمكن ان نقول انهم مفاتيح اللعبه او الفوز في طلائع الجيش، ولا في غيابات مؤثره في الفريق؟ والله هو الكابتن حلمي طبعا كل مباراه بيبقى لها تقديراتها الخاصه، وطبعا النادي الاهلي نادي كبير، فهيبقى له يعني اسلوب خاص، اكيد الكابتن مجهزه فنيا لملاقاه النادي الاهلي، النادي العريق، النادي الكبير. لا انا طبعا ما اقدرش اسال حضرتك عن قائمه المباراه او التشكيل، لان دي بتبقى الحق فيه انه طريقه اللعب او خطه المباراه او التشكيل اللي هيستقر عليه الجهاز، وخاصه كابتن حلمي طولان ده حق مطلق طبعا ويحتفظ بيه لاخر وقت، لكن انا بسال حضرتك عن هل الصفوف مكتمله، ولا في برضو عناصر في الفتره اللي فاتت غايبه لاسباب عدم الجاهزيه او الاصابه ومؤثره عليكم في المباراه دي؟ لا والله هو كل العناصر بالنسبه للفرقه موجوده، بس هو طبعا التشكيل والكلام ده كنت خاص بالفني بالكابتن حلمي طبعا. هو كل مباراه يعني بيبقى ليها استعداداتها الخاصه عند الكابتن حلمي اكيد. اخيرا سياده العقيد، هل في مكافآت تحفيزيه خاصه من مجلس اداره نادي طلائع الجيش، لانه كان في يعني اجتهادات اعلاميه انه تم تناول هذا الخبر في ربما في موقع او جريده الى اخره، ان في اجتماعات خاصه لمتابعه اللقاء واستعدادات الفريق قبل مباراه الاهلي، وقيل ان في مكافآت خاصة في حالة الفوز على الأهلي في اللقاء ده، هل ده صحيح ولا مجرد اجتهادات غير؟ عمرنا ما بنعلن عن أي حاجة اسمها مكافآت خاصة أو مكافآت بالنسبة لموضوع المباريات خالص نهائيا. ما أعتقدش هو أن أي حد قال الكلام ده، ومفيش حد مخول له أن هو يتكلم في هذا الموضوع نهائيا. فعشان كده بقول لحضرتك الكلام ده كلام اجتهادات غير صحيحة أو كلام مجرد شائعات. لكن هو ماتش الأهلي نفسه هو ماتش يعني عند اللعيبة بيبقى ماتش كبير، وده أنا شخصيا بعتبر مباراة الأهلي والزمالك هي مباراة اللاعبين وليس لا جهاز ولا مجلس ولا اي عناصر تحفيز خالص، لان اللاعب بيبقى عنده الحافز هو بيلعب النادي الاهلي، نادي القرن ونادي كبير ونادي عريق، فكل اللعيبه بتجتهد على انها تكون موجوده انها تبقى في افضل حاله في اللقاء ده، كل لاعب بيبقى عايز يقدم افضل ما عنده ويظهر في الملعب ويظهر اعلاميا بافضل شكل ممكن في لقاء زي ده. طبعا طبعا طبعا، فده لوحده حافز كبير جدا لدى اللاعب. بشكرك جدا على المشاركة معنا هاتفيا سيادة العقيد أحمد المهدي مدير الكرة في نادي طلائع الجيش، شكرا جزيلا لك. آسف لمقاطعتك كابتن شريف، بس كمان في استكمال حضرتك للإجابة نعقب على اللي أشار له مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، رأيك في التصريحات؟ كل الاحترام لأحمد بيه مهدي ومدير الكرة، من كل التوفيق ليه في الخطة الثابتة اللي هم شغالين فيها الحقيقة شكل جميل جدا، هم وكابتن حلمي طولان. بنحترم الفريق جدا على الشكل اللي هم مقدمينه في اخر ثلاث مباريات على الاقل، فرق كبيره بيلعبوا حتى الاسيوطي 9 نقط في توقيت زي ده بتغير ده اماكن فرق في جدول الدوري، بيغير تاريخ المدربين كمان كلهم، ان كل مدرب بيعمل فرق كبير فعلا، بيعمل جاب كبير قوي، حسم لنفسه الوجود وحسم لنفسه الشكل اللي هو يخلي اي فريق يجي يلعب مع طلائع الجيش يحترمه، يحترم الخطفات اللي بيعملها، يحترم التوقيتات اللي هم بيلعبوها، المساحات اللي يعرف مين اللي بيخلي الملعب ده فيه حيويه وفيه جري كتير وفيه انتظام وفيه التزام، فده ادانا سمه ان احنا بناخد المباراه بشكل جدي جدا، بشكل سريع جدا، عايزين نخلص بدري بدري، فبنعمل حساب للجهاز الفني طبعا، وكابتن حسام عارف كل ده، وكابتن حسام انا دايما بقول له يا ما دقت على راس طبول، راجل قابل الناس كلها وبيلعب بمبدا واحد، هو مبدا لعيبته اللي هم على شكل واحد زي ما قال ربيع، الاهلي بما حضر يعني بمن حضر، ان دايما الجاهز والمستعد للمباراه على قدر المسؤوليه في الاهلي زي ما قال كل الفريق جاهز، 30 لعيب متهيألي من وجهه نظري جاهزين في اي وقت،
ان هي وده سياسه مهمه جدا ودور مهم جدا. ما ينفعش النهارده لان الاهلي يا سبحان بيشارك كام بطوله في الموسم؟ فالطبيعي جدا ال 30 انا بلعب ب 11، عندي سبعه احتياطي، البدلاء لهم تمييز، لهم برنامج، لهم ماتشات وديه، لهم تجهيز، لان النادي الاهلي حضرتك لو حسبنا عدد المصابين في مش موجود في اي فريق، يعني اصابه اي فريق ناقص اي فريق لاعب او اثنين، انما بص كام لعيب اصابه وكم لعيب خرج اعاره وكم لعيب خرج احتراف، والحمد لله الاهلي ما زال موجود بفضل الله تعالى على القمه. لان يعني الامور كلها مدروسه بدقه، بدريات، بفنيات، بوعي غير عادي، وده مهم جدا. كابتن ربيع، اعتقد كمان التصريحات اللي قالها العقيد احمد المهدي اعتقد انها كمان تستحق الاشاده، يعني لما قال احنا لينا سياسه ثابته في النادي طلائع الجيش، وفاهمين ان المواجهات مع الفرق الكبيره وفي مقدمتها النادي الاهلي هي حافز في حد ذاتها للاعبين، مش محتاجين نقول لهم مكافآت استثنائيه او مكافآت تحفز اللاعبين للفوز، لان اللاعب بيبقى عارف قيمه الاهلي كمنافس له في هذا اللقاء وانه نفسه يتفوق او نفسه يقدر يحقق الفوز. كلام محترم من شخص محترم طبعا، مسؤول من نادي محترم، نادي الجيش. ما هو الجيش الجيش احنا كنا بنتعلم من الجيش مع احترامي الشديد، منظومه كامله متكامله ومؤسسه كبيره جدا من فضل الله تعالى. يكفي ان احنا كان ليهم وقفات غير عاديه الفتره اللي فاتت الجيش بفضل الله، ثم الجيش ده خط احمر، الجيش ده يعني حاجه عظيمه جدا ربنا سبحانه وتعالى. فاكيد المنظومه والفكر الرياضي هيبقى متبع، سياسه الجيش هتبقى موجوده في الكوره. فريق كوره بيحاول، فريق كوره عارف ان عنده لعيبه، عنده مدرب، فعلا اللعيبه بتنتظر فعلا، لان هو اللاعب اللي بيصنع المدرب، اللاعب اللي بيصنع نتائج كويسه، اللاعب في الملعب هو اللي بيقوم. فاكيد اللعيبه 90 دقيقه بتختلف تماما، عارف يعني ايه مباراه في مواجهه النادي الاهلي، وممكن حضرتك مع بتعلي سعر اللعب طبعا، بيحاول يوصل لنتيجه كويسه، لاداء كويس، لاداء مقنع، بيحاول، عارف ان الماتش الاهلي هيفرق معاه لو حقق نتيجه، لو عمل اداء، لو كسب، حاجات كتيره جدا. فاعتقد له بعد تسويقي ودعائي للاعب. ده كلام مظبوط. مشاهدينا نتوقف مع حضراتكم ومع الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن ربيع ياسين، فاصل ونعود لاستكمال الحوار. حضراتكم مرة ثانية، ما زلنا معكم من خلال استاد الأهلي ومع ضيوفنا في الاستوديو الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن ربيع ياسين، طبعا من كبار نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية السابقين. كابتن شريف عبد المنعم، المؤشرات بتقول كمان او الارقام الاحصاءات الخاصه بمواجهات الفريقين انه 14 مباراه بين الفريقين خرج فيها الاهلي بشباك نظيفه، وايضا 7 انتصارات متتاليه، هي اكبر سلسله انتصارات متتاليه للاهلي على نظيره في هذه المواجهات طلائع الجيش.
اعتقد المؤشرات كلها بتميل لتفوق الاهلي في اجمالي عدد اللقاءات وفي عدد الاهداف وكل ما يتعلق بارقام واحصائيات المواجهات بين الفريقين. كل زمن طبعا وكل وقت وليه لعبته وليه اجهزته الفنيه وليه ظروف المباراه بتبقى شكلها ايه. هل طلع الجيش وهو كان بيلعب النادي الاهلي ساعتها كان في بدايات في منتصف الدوري في نهايه الدوري الاهلي عايز يحقق انتصار مهم لازم زي مباراه بكره برضه انا لازم احقق انتصار مهم لان عليا ضغط وعليا ضغوط كتيره جدا انا لازم اعتلي قمه دي مباراه بتعيد الاهلي للصداره باذن الله في حاله الفوز بتعيده للثقه وعشان تكمل كمان الفوزين اللي انت عملتهم الكبار قوي الزمالك وعلى المصري والسوبر لازم تتوج المباريتين دول باعتلائك بقى للقمه وعملت الثلاثيه وتكمل مشوارك وما بقاش فيه ضغوط عليك اكتر من انك بتحصد النقاط في كل مباراه اللي انت بتلعب لان كل مباراه بالنسبه للنادي الاهلي في اي بطوله بتبقى مباراه كؤوس. فشكل طلاع الجيش او غير طلاع الجيش الحقيقه ان ده اللي بيفكر وما بيشوفش غير الثلاث نقاط اللي قدامه وان اداء لعيبته واداء اجهزته الفنيه ونتيجه المباراه هي الرؤيه الاولانيه اللي محدش بيبص لغيرها. ما بشوفش ان انا وانا خارج لعب مباراه كبيره جدا ومتعادل 1-1 ما تنفعنيش. الحقيقه عايزين اصرار من اول دقيقه لل 20 دقيقه الاولانيين يكون المباراه خلصت يكون لنا الاداء والسطو فيها وبعدين نرجع نعمل الروتيشن في الملعب تاني نقدر نغير من اللعيبه اللي احنا كنا بنتكلم انا وانت وربيع عليهم يعظموا لنا الفرقه يخلوا اي ارهاق او اي حاجه او اي عدم تواجد غير ملحوظ وغير موجود لان الاهلي بما حضر الاهلي باللعيبه اللي هي على كلهم زي بعض ما عنديش دكه دلوقتي ولا بدلاء اقول فلان احسن من فلان الحقيقه فلان اجهز من فلان فلان اسلم من فلان فلان عنده الوقت دلوقتي انه يقدر يديني اكتر وقت في الملعب جري وانطلاقات لان عندهم الفنيات كلها عاليه باستثناء اثنين ثلاثه عندهم مواهب كبير قوي اللي بيسدد واللي بلاي ميكر وزي وليد كده لما كنا بنتكلم خد من وقتنا بتاع 5-6 دقايق نتمنى طبعا صالح جمعه يرجع عشان فنيات كمان العاليه دي تبقى موجوده في لعيبه يبقى طبعا من اللاعبين الاضافه للفريق في الجانب لعيب ملكنا وعايزينه يبقى موجود ويخش مع الفريق كمان يكمل لنا الصوره ومحسوب علينا يعني. فان شاء الله حكايه ان هو بيتكلم على طلائع الجيش هو الاهلي مع طلائع الجيش مع النصر مع الرجاء مع اي حد بالنسبه لنا سواء يعني بنكسب كل الماتشات دي للقمه وهو ده اللي اتعودنا عليه. اكيد. كابتن ربيع ياسين وانتوا لسه لاعبين في الملعب، هل كان في فريق بتواجهوه خلاص حفظتوا مع الوقت الجهاز الفني واللاعبين حفظوا ان الفريق ده بنكسبه بالطريقه الفلانيه او افضل شكل نأدي بيه قدام الفريق ده تحديد، هل الطريقه كانت بتتشكل مع كثره المواجهات مع فريق تلاقي ان الفريق والجهاز الفني حفظ ان الفريق ده احسن طريقه له هي الطريقه دي؟ طبعا هي كانت بتختلف. هي هو طبعا يعني طول عمر الاهلي بيعتمد على المهاره الفرديه بشكل كبير جدا، حل من الحلول في اختياراته، بعد كده الاداء الجماعي. لكن اعتقد ان قوه الفريق في مدربه وقوه الفريق في افراده بتختلف من فريق لفريق، مفيش كلام. التفكير بيختلف. النادي الاهلي بيعتمد على لعيب ذكي لانه مطلوب منه واجبات هجوميه ودفاعيه طول الوقت، مطلوب يكسب. فالطبيعي جدا ان المدرب مع اللعيبه ان كان معظم المدربين في محاضراتهم وتجهيزهم بتختلف من نادي لنادي. لما بلعب اتحاد اسكندريه في اسكندريه غير ما لعبه في مصر، ده طبيعي جدا. لما لعب الزمالك ومتصدر او بترتيبه نقاط معينه ففي قوه في افراد في فرديات في مهاره في جوانب بتدرس كويس قوي. انما هي بتختلف مع الاختيارات وبتختلف مع سير المباراه. يعني ممكن حضرتك ابتدي، عشان كده قلت المدرب له دور كبير جدا في سير المباراه. ممكن تختلف في سير المباراه، بلعب 4-2-3-1 ممكن تبقى 4-3-3 ممكن 3-4-3 ممكن 3-4-3 يعني تختلف سير المباراة وممكن تتغير في أي وقت زي ما كان بيعمل جوزيه ويكسب وزي ما عمل كابتن جواري. كنا بنبتدي 4-4-1-1 وبعد كده بتقلب 3-5-2 بعد ما نكسب ونسجل أهداف والرصة بتبقى منظمة. بتعيد توزيع الفريق في الملعب خلال على فترات مختلفة. ففي حاجتين مهمين جدا، دراسة المنافس زي ما قلت لحضرتك لأن أنا بدرس المنافس أشوف قوته في إيه، أشوف خطوطه إزاي، أشوف عدد الأفراد. حضرتك قلت لي لو فريق بتختلف، افرض مثلا اللعيب الفرقة اللي قدامي فيها 11 مركز على الفرازة، مستوى أول زي ما بيقولوا، فرز أول، بتختلف الطريقة مع سير المباراة. يقدر مع التغييرات الثلاثة مع التغييرات خلال أحداث المباراة حضرتك دي مهمة جدا جدا. وأعتقد أن قوة الفريق بتختلف من فريق لفريق في الدراسة في التنظيم في التشكيل في التوظيف
في الفنيات اللي بيقوم عليها المدرب مع اللعيبة عشان أقدر أكسب بها المباراة. عايز أوجه لك نفس السؤال اللي وجهناه لكابتن شريف عن التقرير اللي تابعناه اللي عقد مقارنة سريعا في خاصة بالأرقام وطريقة أداء الأجهزة الفنية. كابتن طولان في مواجهة الكابتن حسام البدري، شايف إزاي الخبرات الخاصة بكابتن حلمي طولان والمتوقع كمان أنه لما يواجه كابتن حسام البدري يكون شكل المواجهة؟ هو طبعا في خبرات كبيرة جدا، كابتن حسام واجهته مواقف كتيرة جدا، راجل الحمد لله يعني فني على أعلى مستوى، أحرز بطولات، أدار مباريات، ماشي الحمد لله بامتياز مع لعيبة وقدرات معانا وتشكيل. أعتقد خبرات الكابتن حسام بقت كبيرة جدا جدا، وتقدر بفضل الله تعالى أن في أي وقت يقدر يغير، في أي وقت يفرض، في أي وقت النهاردة مع اللعيبة ومع الوقت بيحفظ مجموعة وظائف من اللعيبة الفنية أكيد بيجيدوا فيها كويس قوي، فخلاص بقى في حالة من الانسجام والتفاهم ما بين الكابتن حسام واللعيب. كابتن حلمي خبرة كبيرة جدا ومسك أكتر من فريق، فأنا برضو متهيألي أن بكرة الكابتن حلمي طولان هيتعب حسام، بكره هيتعبه لان هو عنده خبرات، عنده خبرات كويسه قوي، هو اسلوبه جاد جدا، بيعتمد على الجانب البدني بشكل غير عادي، بيعتمد على السرعات، بيعتمد على الجانب المهاري، عنده مجموعه جوانب خططيه دفاعيه فرديه وجماعيه، هجوميه دفاعيه وفرديه وجماعيه رهيبه جدا. يعني تتوقع يبادل النادي الاهلي من بدايه المباراه ومن اول دقيقه الهجوم ويبقى مباراه جيم مفتوح بين الفريقين؟ لا لا، ولا تتوقع ان كابتن حلمي يتحفظ في البدايه عشان يقدر يلعب الهجمه؟ الجانب الوزن الفني بتاع الشق الهجومي مش هيبقى زاد دفاعي، الدفاعي طبعا هيعمل زون اكيد تلتين الملعب، ان انا اضغط، ان انا امسك كوره، ان انا اضيق المساحات، ان انا ازحم الدنيا، لكن هو فكره انا من وجهه نظري انه مش هيفتح الجيم، هيفتحه في حاله واحده، لو دخل فيها جول هقدر ابادر، لان اعتقد لا يملك 11 لعيب يهاجم بيهم، عدد معين ممكن يهاجم بيه، وده الصح وده الاصول وده الفنيات وده الخبرات، فخبراته هتطلع في ان انا لازم اقفل كويسه، وان انا لازم لازم ابقى طويل البال وصبور جدا في ان انا ادافع ادافع ادافع. قطع الكوره بقى بيعتمد على هل عنده باكين سرعة اكيد، هل عنده وسط ملعب بيتحاول من دفاع يكون بقى لازم تمام اكيد، عنده راس حربه زي الهداف بتاعهم صلاح امين اكيد، كل ده في حساباته، بس انا متهيألي هيبقى في نسبه مش زي الدفاعيه عند الكابتن حلمي هيهاجم بيها، انه مش هيفتح الجيم من اوله الا بقى لو سير المباراه اختلف في الثقه وتبادل الهجمات. طيب كابتن شريف، حضرتك قلت ان كابتن حلمي طولان من المدربين او المديرين الفنيين اللي بيميلوا دايما للهجوم ولتحقيق الفوز في مبارياتهم، هل تتوقع انه يلعب بهذا الشكل غدا امام الاهلي، ولا تتوقع انه يبدا متحفظ ويترك المساحه الاكبر في الملعب في الدقائق الاولى من المباراه للاهلي سعيا الى خلق مساحات لهجمات مرتده؟ والله يا محمد هقول لك على حاجه، هو الاهلي هو دايما اللي بيسمح للمنافس بطريقه اللعب، يعني انا اللي بخليه يبقى موجود، مفيش حد هيلعب النادي الاهلي الا هو متحفظ في الاولاد وحاطط قواعد ثابته في نص الملعب، وهو عارف ان قوه النادي الاهلي كلها بتتمثل في نص ملعبه وفي الاطراف بتاعته وفي الانطلاقات اللي بتبقى موجوده من الاربع خمس لعيبه اللي بيلعبوا فراوده. فانا لما كل يبقى عندي الشغل الشاغل ان انا بحط نفسي على صلاح امين واحمد صلاح واساسه والناس اللي هي موجوده اللي هي بتعرف تلعب كوره، بتعرف تنقل الكوره، بتعمل سرعات، انما انا لما تيجي زي ما كنا بنتكلم احنا الثلاثه بيقول لك طب النادي الاهلي ده كله هو كابتن حلمي هيعمل معايا هيتصرف ازاي مع عدد العناصر المميزه للفريق الاهلي، البلاي ميكر والمفاجات من وليد واجايل، ده اجايل بيلعب ديفنس كمان وبيرجع هو وليد دلوقتي بيعمل وليد سليمان بيعمل شكل اداء، هو راجل هيفكر ازاي دلوقتي غير ان كان الاهلي هو اللي بيفرض اسلوبه في الملعب والباص اللي كان سليم وبيروح للعيبه بامتياز، فخلاص انا مش هلعب غير على رد الفعل، انا مش هلعب غير على الكونتر اتاك، انا مش هلعب غير على السرعات، هل تتمثل السرعات في جماعيه بالنسبه لفريق طلاع الجيش ولا فرديه؟ فرديه اعتقد ان السرعات في النادي الاهلي تقدر تمثل وتحد من خطوره اي فريق بيلعب، انما لازم يكون في النادي الاهلي شكل تقارب من الخطوط ما يسمحش لاي حد يطمع فيه في المنافسه. طيب صلاح امين الى اي مدى بيؤثر على شكل اداء ومستوى طلائع الجيش بشكل عام؟ المفروض ان هو نجم الفريق الاميز يعني بين مجموعه اللاعبين مع تقديرنا لهم جميعا، لكن صلاح امين في بعض الاراء الفنيه اللي بتقول انه في مباريات بيبقى مستوى عالي جدا فنيا مهاريا وقدرته على التهديف وانه يتخطى الدفاعات اللي بتواجهه، ومباريات اخرى بيقدر عليه دفاع الفريق اللي بيواجهه، هل صلاح امين فعلا حضرتك شايف ولا لا ان مستواه متغير وبيؤثر
حسب حالته على اداء طلائع الجيش. هو صراحه امين مش بيلعب لوحده في ال 11 لاعب، اللعيبه هي اللي بتوصل صلاح امين لهذا المستوى وبتوصله للمنطقه الخطره. طبعا هم اللي بيقدروا يودوا له الكره. صلاح امين لما بيكون عنده المزاج عالي لان فرقته كويسه، لان فرقته مدياله الثقه، التيم ورك كله حلو في اليوم ده، عاملين له تعظيم وتكتيف وتقارب منه، ان هم دايما بيبعتوا له الكره، بيبتكر في واحده واثنين وثلاثه واربعه ويتوفق في الخمسه، بيفتكر بالاولانيه وبيتوفق. هم دايما اللي بيدوا له الشخصيه بتاعته انها بتبرز في جوه الملعب، ان زمايله على احلى اعلى مستوى، على اعلى حاله مغطيينه، لا في حارس مرمى عامل له مشاكل ولا في الديفندر بتاعه عامل له مشاكل ولا، فهو نفسيا مؤهل نفسه للانتاج. اذا كان كل لعيب عندي انا في فرقتي مديني كل الطاقه اللي عنده، فمش ناقص غير انا اترجم له التالنت اللي عندي، ان انا اهدد كل الفرق اللي قدامي، بلعب بقى بشوط، بهز ثقه الفرق اللي قدامي، باخد وقت واكسبه في جميع الكرات اللي بتجي لي قدام الفرق الكبيره حتى اللي بنلعبها. وهم قالوا لك العميد مهدي قال لك احنا رايحين عيد بكره، ده عيد اللعيبه بكره، انهم هيلعبوا ضد مباراه اللاعبين نفسهم، القيمه والقامه وبطل القرن وغيره. فدي ده بحد ذاته انت لما بتشوف اي حد بيلعب النادي الاهلي او نادي الزمالك الحقيقه بيبقى رايح، ده العيد بكره، ده الشهره بكره، ده كلنا في المحطات وكلنا قاعدين بنتفرج عليه. حتى يعني حضرتك متفق مع العقيد المهدي انه فعلا في مباراه زي مباريات النادي الاهلي امام اي منافس ومنهم طبعا طلائع الجيش، ان ده بيؤثر بشكل ايجابي على اللاعبي المنافس للاهلي؟ مش محتاج خطه يا محمد، الراجل ده مش محتاج خطه، ينزل كل لاعب يقدم افضل كل لاعب عارف بكره عايز من المباراه ايه، عايز وجوده، عايز نتيجته، عايز استكمالا للثلاث مباريات الكبيره وكسب فرق كبيره ما يكسبش. انما انت هتقول لي فلان لوحده بيعمل ايه، فلان لوحده لازم بالمجموعه كلها، انما لو سقط لوحده منعزل اماما ده هيسهل طبعا. لكن دايما بنقول يا كابتن شريف ان في احيانا لاعبين مميزين في الفرق الاخرى اللي دايما بتواجه الاهلي، منهم احيانا بيبقى نموذج صريح جدا زي صلاح امين، في حالات بيبقى فيها عامل فرق كبير مع طلائع الجيش مما لا شك فيه، ومرات ثانيه لا. اللي انت بتتكلم عليه ده 100 100، بس اعتقد ان ربيع لما بيجي يقعد بفرقته ويتكلم يقول له ايه، عندنا فيرود اسمه صلاح امين قدام يا فلان، ده ما يستلمش الكوره، وده والهاف باك نفسه هيقفل على الناحيه دي والزاويه دي، وهيعرف ان الانطلاقات بتجيلنا عرضيات من ناحيه اليمين وارتقاء والتقاء من عند صلاح امين وما يمثل اللي جاي من القدمون من خلف. اكيد اي مدير فني عارف القصه دي، اول حد هيشتغل عليه على ايقافه في الملعب هو صلاح امين. يعني مش ميسي مثلا اللي بينزل تحت وبيستلم وبيعدي وما فيش، وبعدين هو اللي بيبني، لا هو خلاص واضح بالنسبه لي ده اخطر لعيب، وبيعرف يبعتها يعني بيعرف، عنده ثقه في نفسه وبيعرف يصوب وبيعرف، وعنده ثقه دلوقتي زايد. فطبعا اكيد هياخد مساحه، ثبات الجهاز الفني بتدي له مساحه، هياخد مساحه من الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي. كابتن ربيع، هل دايما النادي الاهلي كمان بيعمل حساباته حتى لو عدد النجوم اللي عندهم مهارات استثنائيه في المنافس اقل، لكن برضه بيتعمل حسابهم زي صلاح امين واي لاعب مشابه له في اي فريق؟ مفيش كلام، في واجبات، خد بالك كان دايما يتم التحضير بمهام، وفي مجموعه وظائف عند كل من، باك رايت عنده مهمتين طول ال 90 دقيقه، دفاعيه وهجوميه، من غير الكوره خد حياتك وبالكوره. برضو النهارده لما تيجي للقلب اللي هو الاثنين مساكين، في واجبات، في راس حربه صريح، في راس حربه مهاري، في راس حربه سريع، في فطبيعي جدا ان في واحد بياخد والثاني بيعمل العمق، ودايما يبقى في حاله من الانسجام والتفاهم في المدافع. الفريق كله دلوقتي الكره الحديثه من غير الكوره كله بيدافع يا محمد، كل ال 11 لعيب بيدافع، كل واحد في مكانه، كل واحد في البوزيشن بتاعه، حتى اللي ما عندوش الكوره واقف بيميل عشان يغطي، عشان حتى لو زميله اخطا يبقى مستعد للتغطيه. الحاجات الثانيه في واجبات هجوميه، فاكيد الاستعداد بالنسبه ل مجموعة الوظائف ده مهم جدا جدا، وحجم المسؤوليات كبيرة وحجم البطولات لازم يواجهوا حسم، لازم يواجهوا تدريبات تخصصية، لازم يواجهوا فنيات، لازم يواجهوا إداريات، في إن مفيش في جدية، في التزام، في إصرار، في إرادة، دي نواحي دي مع الشغل الفني طول الاسبوع. المدير الفني حضرتك عنده برنامج، عنده مجموعه من الدقايق محمد بيشتغل عليها فنيا، انا عندي 3 4 ايام بشتغل كام دقيقه، في 90 دقيقه، في 4 ايام، في 300 دقيقه، في 400 دقيقه، بفصلهم على المستوى البدني والمستوى المهاري والمستوى الخططي، حتى الالتزام الخطط محمد. النهارده في حاجه اسمها بدافع ازاي وهاجم ازاي واقف ازاي، واعتقد النادي الاهلي ان بيختار لعيب زي ما قلت ذكي، لعيب مقاتل على الكوره، لعيب بيفكر، دي مهمة جدا في الاختيارات، لعيب مهاري، الطبيعي جدا ان اللعيب الذكي عارف واجباته بالكورة ومن غير الكورة، كل بوزيشن في النادي الاهلي عارف بيجري بالكورة ايه واعمل ايه، فكل واحد مكلف بوظائف معينة. لو حضرتك متولي مهمة المدير الفني للاهلي وعندك ظرف مشابه للي احنا بنواجهه في مباراة الغد بغياب بعض المدافعين،
وهتستعين باثنين خبراتهم في المركز ده اقل منهم، واحد زي ايمن اشرف بدا يثبت نفسه، ومحمد هاني اللي تمت الاستعانه بيه في اخر مباراه بس في المركز ده. ايه تكون تعليماتك الايام اللي قبل المباراه للاثنين المساكين تحديدا؟ هو ايمن اشرف بصراحه امتياز هايل، بدا ومتمسك بالفرصه، عنده فنيات رائعه، بيعرف يدافع كويس جدا وبيعرف يغطي وبيعرف يبتدي كمان، يعني حتى بيعرف يبتدي من تحت بالكوره، ما بيصطفش الكوره، وعينيه سريع جدا وقوي جدا، وما شاء الله لحد دلوقتي من وجهه نظري ناجح بامتياز في هذا المركز. محمد هاني مش غريب عليه هذا المركز، دي واحد محمد لعب كتير جدا، ولد راجل كويس عنده انسجام، شايف عنده فنيات، عنده قوه، بيعرف يتعامل ازاي ولعب في هذا المركز. تعليماتي طبعا ان مهم جدا الخبرات، مهم جدا الرقابه، مهم جدا راس حربه، مهم جدا ان انا التفاهم بس محمد في الثلث الاخير بالذات اللي هو الثلث الامامي بتاع النادي مهم جدا، لان اي راس حربه بيبقى عنده خداع، بيبقى عنده مراوغه، بيبقى عنده سرعات، بيبقى عنده قوه، بيبقى عنده جري بالميل مش بصريح امامي عشان اقدر اهرب من الرقابه، عنده هروب من الرقابه، فالطبيعي جدا اثنين مساكين ان في واحد بياخد ممكن مدرب يكلف واحد طول الوقت والتاني عامل عمق عشان كاليبره عشان اقدر، وفي واحدك لا اللي يجي لك في صدرك خده بقسم الملعب نصين كده طولي، اللي يجي لك في ناحيتك خده في ناحيتك خده، لكن التلت الامامي اعتقد ان بيبقى مان صريح وواحد عامل العمق، هو ده التعليمات اللي واقول لهم ان وظيفتكم انتوا الاثنين ان طول الوقت دفاعيا، ان طول الوقت ان انا اقضي على راس الحربه ما يعملش اي حاجه، ده التعليمات الفنيه. طيب هنكمل كلامنا ونستعرض بس سريعا لان ده خبر عاجل، الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بقياده كابتن حسام البدري قرر قيد 22 لاعب في قائمه الفريق الافريقيه، والقائمه كالتالي. وقلنا طبعا في بدايه هذا اللقاء النهارده في استاد الاهلي مع حضراتكم استعرضنا بعض اللقطات اللي كان فيها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره بيتابع في الملعب مران الفريق وبيتحدث الى كل من كابتن حسام البدري والكابتن سيد عبد الحفيظ، وقلنا ان على اجنده هذا الحوار كان الموضوع الخاص باللمسات الاخيره والاختيار النهائي للقائمه الافريقيه. شريف اكرامي، محمد الشناوي، احمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، علي معلول، صبري رحيل، سعد الدين سمير، ايمن اشرف، حسام عاشور، عمرو السليه، هشام محمد، وليد سليمان، جونيور اجايه، ميدو جابر، احمد حمدي، عبد الله السعيد، كريم نادفيد، اسلام محارب، مروان محسن، وليد ازارو، واحمد حمودي. ويحق للجهاز الفني اضافه اي لاعب جديد الى القائمه الافريقيه حتى نهايه الشهر الجاري مقابل سداد 500 دولار عن كل لاعب يتم اضافته للقائمه. خارج القائمه احمد عادل عبد المنعم، محمد نجيب، صالح جمعه، رامي ربيعه، عمرو بركات، اكرم توفيق، حسين السيد، باكا، والمعارين عماد متعب واحمد الشيخ ومؤمن زكريا. هنرجع نكمل كلامنا عن المنافسه محليا لو الوقت اتسع بعد ما نتكلم شويه عن الطموحات الافريقيه وعن الاختيارات في هذه القائمه مع نجمينا الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن ربيع ياسين. كابتن شريف، راي حضرتك ايه في القائمه بعد اعلان الاسماء؟ الحقيقه 22 لاعب جيدين جدا ينقصهم حارس مرمى ثالث، وانا مش عارف احمد علي عبد المنعم كده بيبقى ليه فرصه ان هو هيبقى موجود في احد الفرق وهيحرس مرمى فريق اخر غير النادي الاهلي، ام هو في اي حاجه، انا محتاج بس جول ثالث في الحكايه دي. اللاعبين بقى الجداد اللي احنا ان شاء الله هيكون عليهم الشرف ان هم يجوا لينا في هذا الشهر من الانتقالات الشتويه، احنا خرجنا لعيبه كتير بس ما شفناش لحد دلوقتي الوارد الجديد اللي شكله اللي هيكمل الصوره وهيكمل لنا الاشكال الجديده. وكان في تصريح لمدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ من يومين واحنا خلال برامجنا على شاشه قناه الاهلي، قال انه الفريق ليس في حاجه الا الى لاعبين على الاكثر، قال لاعبين او ثلاثه لاعبين على الاكثر ليضافوا الى الفريق في الفتره دي. وات ايفر هيجيب مين، هو شايف مين هيعوض خروج احمد حجازي، هيعوض اصابات موجوده في الديفندر، كل الحاجات دي طبعا هم على علم بيها جدا وعندهم تصرفات كامله في الشكل الموجود، زي ما احنا قلنا احنا بنقول دايما ان الاهلي عنده في كل مركز كذا لعيب يقدر يثبت. باك ليفت مثلا معلول ورحيل وحسين السيد من ثلاثة، يعني عندنا غياب للاعب واحد مهم ومؤثر في الدفاع، رامي ربيعه هيغيب ما يقرب من شهرين. طب هو ده عشان كده يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن حسام بدري بيفكروا في المنطقه دي وفي المكان ده اكيد، يعني لان خروج حجازي برضو اثر بالغ، لان عندك سعد سمير كمان مش قادر، نفس الاصابات بتتكرر، فاعتقد ان الحته دي هي اللي يمكن اعتقد هيكون في اضافه او تعاقد مع لاعب في مركز المساك اكيد. هنا باقي اللاعبين والامدادات والتدعيمات كلها حقيقه ما شاء الله الله اكبر.
عندك احمد حمدي واسلام محارب وكريم نجفد مروان محسن واحمد حمودي وناس كتير قوي موجوده. انت كل ما تقعد تتكلم هتلاقي ايكوال، يعني هتلاقي تعادليه في كل مركز في كل اللاعبين اللي احنا بنتكلم. بتفرق حته الفكر. لال ربيع عنده سرعه وفكر اميز، ده 90% ده 92%، يعني جاهزيته بقى واستقباله وكماليته ان هو في القوام الاساسي. انا دايما احب المدرب يبقى عنده قوام اساسي للفريق بيعتمد عليه، يبقى اللاعب هو عارف ان النهارده مش هيبقى رايح، هو بيتقال الفرقه مش عارف هو موجود ولا مش موجود. حضرتك قلت طبيعي ان القائمه هيكون فيها حارس مرمى ثالث كمان، ده من الامور البديهيه في بدايه كلامك حضرتك قلت. طيب كابتن ربيع، رايك في القائمه الافريقيه وفي ضوء كمان عودة مروان محسن للقائمة وللمشاركة تدريجيا بعد ما يقرب من عام ابتعد فيه بسبب الإصابة وعملية الجراحة والتأهيل والاستشفاء إلى آخر هذه الأمور، إضافة كادر مهم جدا في الهجوم زي مروان محسن للفريق؟ هو حضرتك لو تلاحظ أن أكيد الدقة والتركيز في الاختيارات كان لها دور كبير جدا. مركز راس حربه لو مثلا عماد انا مش هايده خلاص، انا عندي ثلاثه، اجاي وعندي ازارو وعندي مروان. انا دلوقتي عندي اثنين، ادي اربعه خمسه، في خمسه وسط ملعب هجومي، الشيخ وصالح جمعه وباكا ومؤمن وعمرو بركات. طب انا مش محتاج اضافات؟ اكيد محتاج اضافات، ممكن تكون الاضافات دي موجوده في الحسابات في اللعيبه الجديده، لان في خمسه كتير. ان انا اسيب خمسه بحجم صالح والشيخ ومؤمن وبركات عمرو بركات وباكا اللي بدات ان انا اعتمد عليه، ممكن فيكون في صفقات جديده جايه معمول حسابها، لان انا بحسبها بالمراكز. مراكز مهمه جدا، اوفر من اللعيبه هحتاجها مفيش كلام. اكرم توفيق الديفندر انا عندي ثلاثه، عندي شام وعندي حسام عاشور وعندي اكتر من لعيب في الديفندر، خلاص مفيش مشكله. محمد نجيب ورامي ربيعه، انا رامي ربيعه برضه، رامي ربيعه مساك مهم جدا ودور في منتخب مصر في النادي الاهلي، ممكن يكون في الحسابات ان رامي ممكن يرجع عياده بعد كده، ولا الحسابات ان انا اعمل ايه، ده مهم جدا. حسين السيد مفيش مشكله، عندي اثنين باك ليفت معلول وعندي صبر رحيل مفيش مشكله، وعندي ممكن اوظف احمد فتحي حسب احمد عادل، انا برضه وجوده مهم جدا. احمد عادل حارس كويس ولعب ماتشات السنه دي كويس جدا، ولما بياخدوا فرصه بصراحه بيبقى مجيد وعنده فنيات وعنده جبهات ولاعب مطيع وسنه صغير برضه. فدي ملاحظاتي على اللعيبه اللي هي خارج ال 22. يعني هنا حضرتك بتتوقع انه يكون في الانتقالات في هذه الفتره والتعاقدات الجديده ان يكون فيها لاعب وسط مهاجم؟ حضرتك بتقول بالمنطق بما انه خرج هذا العدد من لاعبي الوسط مهاجم من 11 لعيب بس محمد، فيضاف للقائمه الافريقيه ويتم التعاقد مع لاعب وسط مهاجم، ده حضرتك شايف انه في التوقعات الخاصه بالفتره دي؟ انا بقول لحضرتك ومساك ايضا، يعني الحارس المرمى الثالث هل عادل ولا هجيب مكانه؟ لازم في حارس ثالث، ادي واحد. حضرتك عندي اثنين القلب، نجيب وربيع انا ما عدتهمش، طب انا عندي سعد سمير وعندي ايمن اشرف، بقى دول الاساسيين، لما بحتاج بدخل محمد هاني احمد فتحي، لكن لا لازم يبقى في اثنين اساسيين. هل دول هرجعهم وهايدهم ولا هجيب جديد؟ ما هو خلينا حسين، لكن هيرجع لاعب اخر في مركز المساك للقائمه بالفتره الجايه، سواء من اللي لسه خارج القائمه او من تعاقد جديد. ورامي ربيع قوه كبيره جدا في لعيب اساسي في منتخب مصر والنادي الاهلي. خد حياتك الخمسه الهجومي، انا بلعب خرجت خمسه كتير جدا، اما خرج خمسه كتير يبقى اكيد في ان شاء الله اكيد في صفقات جايه باذن الله تعالى معمول حسابها. انا من وجهه نظري ان ال 11 دول معمول حساب في ناس جايه قويه جدا، وفي ناس من ال 11 ممكن يرجعوا يتأيدوا باذن الله تعالى بعد ما يبوشوا. لكن ما دون ذلك حضرتك شايف ان القائمه بتضم عناصر على مستوى الطموح الخاص بالمنافسه على لقب طبعا الأفريقي؟ طبعا بعنايه وبدقه غير عاديه طبعا وبايجابيات فنيه غير عاديه. ان شاء الله تنعكس الاختيارات والاضافات اللي هتعود من اللاعبين اللي بيتم تجهيزهم اللي موجودين حتى الان خارج القائمه، او زي ما قال كابتن شريف وكابتن ربيع ياسين اي تعاقد قادم ليضاف للنجوم وللاسماء المؤثره الموجوده في الفريق في الفتره الجايه، سواء في مركز المساك او الوسط المهاجم او اي مركز اخر. دي امور اولا واخيرا من شان الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنه الكره ومجلس اداره النادي، وهيتضح ده في الفتره الجايه من خلال التعاقدات اللي ربما ينتهي العمل عليها والاعلان عنها في اقرب وقت ممكن. هنعود سريعا مع حضراتكم لمباراه الاهلي غدا، المباراه المرتقبه في الجوله ال 18 من الدوري الممتاز امام طلائع الجيش، ونستعرض فيما يلي الجرافيك الخاص بتاريخ اللقاءات، تاريخ مواجهات الفريقين، وايضا نتابع تقرير يتناول المواجهات بين الاهلي وطلائع الجيش.
بحضراتكم مرة ثانية، لسه معاكم من خلال استاد الأهلي، وفي الدقائق القليلة المتبقية من هذا الحوار مع نجمينا الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن ربيع ياسين، هنتكلم سريعا عن محور المشاركة الأفريقية وحلم عودة الصدارة والبطولات الأفريقية، أملا في الوصول مرة ثانية وتكرار التجارب النجاح السابقة بل ربما تفوق عليها في المشاركة دولية من خلال كأس العالم للأندية، ثم نعود لنختتم بإشارات سريعة مرة ثانية للتوقعات الخاصة بمباراة الغد بين الأهلي وطلائع الجيش. كابتن شريف، القائمة الأفريقية، حلم العودة لصدارة القارة على مستوى دوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم، من وجهة نظر حضرتك هل يمكن العودة للتفوق أو معادلة الإنجازات اللي حصلت على مستوى مشاركة الأهلي في الفترة اللي فاتت في كأس العالم للأندية وتحقيق ربما نتائج أفضل ولا لا؟ هقولك على حاجة، السنة اللي فاتت احنا خسرنا البطولة بسيناريو غريب جدا، تحكيمي، إصابات، فرق حتى اللي بتلعبك كامله من كل الوجوه بكل شيء، انت اللي دايما بيبقى عندك التاخر، انت اللي دايما عندك الارهاق، انت اللي دايما عندك الايقافات، انت عندك اصابات، ما بتلعبش كامل بقوامك الاساسي. يعني اللي حصل كان وسهل جدا، كانت في حاجه لو كنت كسبت الماتش اللي عندك انت في مصر باي نتيجه الحقيقه كنت تقدر تحقق نتيجه اللي هي تتوجك وتبقى موجود، وان كان كنت هتروح انت في الامارات كانت ولا في اليابان، في رحنا لعبنا المباريات الثانيه، الفرق اللي راحت كلها ولعبت قدام ريال مدريد وما عملتش اي حاجه. الاهلي هو القادر دايما، الاهلي هو اللي دايما بيحقق. احنا دايما لما بنطلع بره البطوله بننسى يعني كنا هنلعب فين، بتجي لنا حاله خدت بالك زعلانين، انما الاهلي هو اللي قادر دايما بلعيبه مقارنه بالانديه العربيه والافريقيه هو الاكثر قدرا لما بيشارك، انه يعمل لك حتى منظر او يعمل لك شكل، هو اللي يطلع الثالث، هو اللي يطلع الثاني، هو اللي ممكن يلعب فاينل، يقدم عروض كويسه يعني في ماتشات انت خسرتها 1-0 من اعتقد كورينثيانس او حاجه زي كده، كنا بنلعبهم كان حسام بدري برده موجود، ولو كنا هنطلع فاينل ونلعب فاينل يوم ما طلعنا الثالث على العالم. الحاجات دي كلها تديك ايحاء دايما ان احنا بالشكل والكيان اللي احنا بنلعب بيه، باللعيبه اللي انت بتختارها، بالاسلوب اللي بتلعب بيه الحضاري المتفوق دلوقتي، بالثقافه الاحترافيه اللي انت بتحاول تحط نفسك فيها، وفي العالميه اللي انت دايما بتبص عليها دايما، وعندك سابق الناس كلها في تصرفات وبلاعبين واستحداثات في كل حاجه، وعلى طول ابديتنج لكل حاجه معاك في كل، فخلاص انت من احقيتك والملزوم عليك انك انت تبقى الاول في افريقيا. الاول في افريقيا كل الناس بصالك، حتى البطوله من غيرك ما بلاش طعم، حتى لو انت مبقاش موجود الناس ما حتى الكاف. هل مؤهلين لده؟ هل العناصر النجوم الموجودين في الفريق بعد الاستقرار الذي يحدث الان بوجود مجلس الاداره الحالي بقياده كابتن الخطيب، والتوقعات والامال المصاحبه لوجوده هو وقائمته بشان النادي استثماريا وتسويقيا ورياضيا وكل شيء، هل الجهاز الحالي بقياده كابتن حسام البدري والمجموعه العناصر الموجوده معاه مع ما يمكن ان يضاف عليها يمكن ان يحقق حلم مش بس الفوز بالبطوله، لا المشاركه بقوه مره ثانيه في كاس العالم للانديه وتحقيق نتائج جيده مرضيه للجمهور؟ ده الهدف الاول، الهدف الاول انت عندك هنا ان التسارع معاك على بطوله الدوري، كان بيشكر نادي اسماعيل ان هو بيحزك دايما انك انت تبقى الاول، بيخليك تلتزم، بيخليك تاخد بالك ان في ناس بتخبط وراك وبتعمل كده، انما هو الهدف الاول طبعا ان هي افريقيا، اهم حاجه دلوقتي ان احنا نكسب بطوله افريقيا، خش على بطوله الانديه للعالم كله ونشوف الدنيا شكلها عامل ازاي، غير كده يبقى اسم القاره واسم الحقيقه من غير النادي الاهلي الناس اتعودت خلاص، كل الناس حتى مورينيو بيجي يتفرج علينا، وايام ما كان بلاتر موجود وكان يقول لك فين الاهلي فين، حفظ اسماء اللعيبه، حفظ اسماء لعيبه النادي الاهلي بالاسم، يبحث في السكور شيت لما بيجي له يقول لك فلان ده احتياطي ليه، فلان ده ما جاش، بقوا عارفينهم. النادي الاهلي قدر يعمل لنفسه الوجود والكيان على مستوى العالم كله، فاحنا اول الناس الحمد لله، وكل حاجه متوفره للمجلس الاداره الموجود للعوده بقوه ان شاء الله، للعوده بقوه باذن الله. كابتن ربيع ياسين، توقعاتك؟ هو مهم جدا حضرتك، الاختيارات مهم جدا، الاضافات مهمه جدا، كنا بنفكر في العالميه بامر الله تعالى، الموضوع مهم جدا، منظومه النادي الاهلي بتعتمد على اربع حاجات، الاول توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم الاداره على اعلى مستوى، الجهاز الفني على اعلى مستوى، اللعيبه على اعلى مستوى، الجمهور، فالاضافات اللي خرجت من عندي لازم تكون اضافات قويه جدا جدا عشان ما يبقاش عندي، لان احنا بنحتاج البديل، النادي الاهلي بيلعب في دوري وكاس وافريقيا وعرب وحاجات كتيره جدا، فلازم البديل، الاضافات احنا محتاجين من 4 ل5 لعيبه على اعلى مستوى، اعتقد بعد الاضافات دي باذن الله تعالى مع المجموعه ال 22 لعيب اللي هم هايلين وعلى اعلى مستوى بالنسبه للقدرات والتنفيذ والشغل والطموح، كده يبقى القائمه كملت بقدرات اقدر امشي بيها
واوصل بيها للعالميه ان شاء الله. في جيل سابق الكل اجمع في الوقت ده على انه من افضل الاجيال اللي مثلت النادي الاهلي والكره المصريه، كان في قوام المنتخب ما يقرب من 8 او 9 لاعبين، وكان المنتخب كمان متالق وبيحصد بطولات 2006 2008 2010 مزبوط. رغم عدم الوصول لنهائيات كاس العالم مزبوط. في ذاك الوقت، وهو الحلم اللي اتحقق مع الجيل الحالي مزبوط. طبعا هل المجموعه الحاليه حضرتك شايف انها قادره فنيا على الصعود بقوة والمشاركة وتحقيق نتائج أفضل مما فات على مستوى كأس العالم للأندية؟ قادرة، يعني الثلاثية احنا بفضل الله عندها تعالى. يعني المقومات اللي تخليها مفيش كلام، بس أنا قلت لحضرتك بالإضافات الضرارة الخمسة اللي ناقصين بأمر الله تعالى، يعني عندنا 12 عندنا 8 لعيب بحياتك على القائمة، فالإضافات اللي خرجت لازم أنا أجيب أفضل وأحسن منها، مع الـ 22 طبعًا بفضل الله تعالى ما إحنا وصلنا لعدم التوفيق اللي ما خدناش الظروف التحكيمية، مش عاوزين نتكلم يعني مش إحنا اللي نقول تحكيم، لكن عدم التوفيق هو اللي ما خدناش كأس أفريقيا، كنا نجمع الحمد لله الدوري وكأس مصر وأفريقيا، أكتر من كده إيه؟ أخيرًا عندنا وليد أزارو في قائمة الهدافين يأتي في المركز الثالث برصيد 9 أهداف. ومن الجانب الآخر من المنافس طلائع الجيش لا يوجد في جدول هدافي الدوري حتى يومنا هذا أي لاعب من طلائع الجيش في الأسماء اللي بتدخل في المنافسة على لقب هداف الدوري أو الأكثر إحرازا للأهداف في المسابقة المحلية حتى الآن. هنختتم مع حضراتكم بالجرافيك مرة تانية والأرقام الخاصة بجدول الدوري، الأهلي حاليا في المركز الثاني وأيضا بفارق نقطتين، ويمكن بالفوز غدا إن شاء الله أنه يتصدر المسابقة بإذن الله على حساب منافسه اللي بيتصدر المسابقة اليوم فريق الإسماعيلي. وأيضا طلائع الجيش في المركز الثامن، الأهلي في المركز الثاني حاليا 16 مباراة، فاز 12 تعادل 3 خسر 1، 36 هدف له عليه 10 أهداف، والفارق 26 هدف بين ما أحرزه وبين الأهداف اللي دخلت في مرمى، وأيضا الإجمالي النقاط اللي حصل عليها حتى الآن هو 39 نقطة. في المركز الثامن طلائع الجيش 17 مباراة وفاز في 6 وتعادل في 7 مباريات وخسر 4 مباريات وله 16 وعليه 21 والفارق ناقص 5 ماينس 5، والإجمالي النقاط اللي وصل لها حتى الآن هو 25 نقطة. نتمنى الفوز لفريق الأهلي في المباراة المرتقبة غدا إن شاء الله مع جهازه الفني وبقيادة كابتن حسام البدري في مواجهة طلائع الجيش بقيادة كابتن حلمي طولان. وصلنا مع حضراتكم بهذه الأرقام والجرافيك اللي بنستعرضه مع حضراتكم على الشاشة عن لقاءات الفريقين وموقفهم في جدول الدوري وتاريخ المواجهات إلى نهاية هذا الحوار ونهاية الاستوديو التحليلي الخاص بالترقب وتوقعات خاصة بالمباراة من خلال استاد الأهلي. لا يسعني في النهاية إلا أن أشكر ضيفينا الكرام نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا كابتن شريف عبد المنعم، أسعدتنا جدا بوجود حضرتك معنا النهارده كابتن شريف. بشكرك يا محمد، أنت اللي أسعدتنا الحقيقة. ربنا يخليك، وأشكر أيضا نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن ربيع ياسين، شكرا جزيلا لحضرتك وسعيد جدا بوجودك معنا النهارده. شكرا كابتن محمد، أنا أسعد، شكرا. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعة، إن شاء الله يكون الفوز حليف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي غدا ويتصدر المسابقة بإذن الله، ويكون هذا هو مفتاح الصدارة ويحافظ عليها ويظل في صدارة الدوري وصولا إلى مباريات أو أسابيع الحسم إن شاء الله، ليضاف لقب جديد وبطولة جديدة لرصيد إنجازاته. شكرا لحضراتكم على المتابعة، وإن شاء الله يتجدد اللقاء مع حضراتكم من خلال حلقة أخرى من حلقات استاد الأهلي. شكرا لكم وإلى اللقاء. We'll be right back.